قناة الكارما في كل مكان في العالم بنرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج بنبتدي نقدمه عن الروح القدس يسعدنا ويشرفنا يكون معانا في الاستوديو النهاردة الأسيس عصام حداد أهلا بك أسيس عصام أهلا فيك دكتور جزات أهلا فيك في لوس أنجلوس إحنا لازم نرحب فيك رب الحقيقة النهاردة نفسنا فعلا أن أنا والأسيس عصام نكون بنشارك أمين. مع حضراتكم عن شخص الروح القدس. من هو الروح القدس؟ الروح القدس هو الاقنوم الثالث من اللاهوت، دايما بنقول باسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد. النهارده عايزين نتعرف عن شخصيه الروح القدس، يمكن بنعرف الاب والابن لان الابن تجسد وجي الى الارض واعلن لينا عن شخص الاب المبارك، لكن النهارده عايزين ناخد رحله في كلمه الله يمكن من التكوين للرؤيه نبتدي نتكلم فيها وندرس فيها مع بعض ونتعرف فيها على شخصيه أمين. الروح القدس. حقيقه استاذ عصام يمكن الروح القدس أكتر حاجه بنقدرش نفهمها ونستوعبها لان الموضوع في التكلم عن الروح القدس تشعب الى امور كثيره. النهارده لو ابتدينا ناخد مبادئ بسيطه جدا من هو الروح القدس؟ هو احنا عارفين في ثلاثة أقانيم الله في ثلاثة أقانيم بعض الأحيان من الصعب أن نفهم مبدأ الأقنوم بس لو لو بسطناها بشكل بسيط إذا كان الله موجود في كل مكان ونحن نؤمن انه الله موجود في كل مكان يعني ممكن الله يكون في قارة أفريقيا بنفس الوقت في قارة آسيا في نفس الوقت فبنسميه في الإنجليزي omnipresent يعني موجود في كل مكان في ذات الوقت وهذا الشيء يختص فقط في كيان الله ما فيش أي مخلوق أو ما فيش أي إله أو ما فيش أي شيء آخر عنده هذه الصفة الوحيد اللي يتسم بهذه الصفة هو الله فيستطيع أن يكون في كل مكان في كل وقت وهو على العرش هو الآب وهو على الصليب هو الإبن وهو في قلوب المؤمنين هو الروح القدس فإحنا بنركز كثير على الآب لأنه بهمنا العرش ومنركز دائما على عرش الله منركز على السماء مكان مم. عرش الله منركز على الابن لأنه شفنا الصليب لأنه تجسد على الصليب مم. آه. فمنركز عليه لأنه تم الفداء وخلصنا من خطايانا محا الخطايا جميعها غفرها جميعها و... وأخذ العقاب اللي كان احنا مفروض ناخده عنا فحسينا في هذا الموضوع وعشنا وطلبنا الرب في حياتنا وامنا وخلصنا، فبنركز على الابن. لكن الاقنوم الثالث اللي هو بنفس الاهميه هو الروح القدس، هو نفسه الله ما تغيرش. هو نفسه الله. يعني روح الروح القدس مش اله اخر لكن هو نفسه الله. والحقيقه كمان بنلاقي ان في كل عمل بيقوم به بي الله بيقوم به الله الاب والله الابن والله الروح القدس. يعني لو اتكلمنا مثلا في الخليقه يمكن في سفر التكوين م. فاول كلمات في الاصحاح الاولاني يعني يقول في البدء خلق الله السماوات والارض م. وكانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله اللي هو الروح القدس يرف على وجه المياه. يعني في الخليقه كان الروح القدس خالق والرب يسوع لما قال عن نفسه كنت عنده منذ البدء خالقا كان عمله خالق والله هو اللي خلق فنشوف ان الخليقه اشترك فيها الله الاب والله الابن والله الروح القدس هو في سفر التكوين الفصل الكتابي مهم جدا لانه في انت عارف العهد القديم انكتب كله في اللغه العبريه العهد الجديد انكتب في اللغه اليونانيه لكن في العهد القديم الصح الاول من سفر التكوين بيتكلم عن كلمه الله هي في الاصل العبري الوهيم الوهيم صفه الجمع الجمع، ما هو الله الاب والابن والروح القدس، هو الله كامل متكامل غير ناقص في شيء. <applause> ففي البدء خلق الله الوهيم <applause> السماوات والارض، وكانت الارض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر على وجه الارض غمر، في في مياه لكن الشيء الرائع في هذا الفصل أنه روح الرب يرف على وجه المياه هذا الشيء الرائع في هذا الأمر هذه أول مرة في الكتاب يذكر فيها, يذكر فيها الروح القدس روح الله يرف على وجه المياه لي لأنه حصل هناك في بحسب الاعتقاد اللاهوتي في هناك حصل طوفان قبل طوفان نوح هذا الطوفان اللي كان سببه سقوط الملائكة ثلث الملائكة ومن جملتهم بقيادة لوسيفر اللي هو زهرة بنت الصبح اللي هو الشيطان نفسه لما سقط من النام حصل في هناك طوفان مخيف فتغطت الأرض كلها was deformed. يعني أصبحت بشكل بلا خالي شكل حتى, حتى الكلمة في الأصل مدمرة فالتدمير معناته كان في هناك شيء سابق لها فهذا هو الاعتقاد السائد انه حصل في هناك طوفان سبق فمنشوف روح الله يرف بمعنى اخر يتحرك على وجه الله على وجه المياه في بعض الترجمات بتقول انه روح الله ينتقل او يتنقل في تثنيه 32 يتكلم عن كما يحرك النسر عش وعلى, وعلى فراخه, يرف فروح الله في البدايه من سفر التكوين بنشوف في الاعداد الاولى من الاصحاح الاول انه روح الله يرف على وجه المياه ليه؟ تماما زي الدجاج اللي بتضع البيض حتى بتقعد على البيض حتى يفقس يفقس الصيصان روح الله كان يرف على, على 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 الارض ليه؟ لانه في مخطط الله اللي قبل الازمنه اللي منذ الازل انه الانسان لذته مع بني ادم خليقه الانسان وفداء الانسان مخطط الله السابق فكان روح الله في البدايه والشيء اللي اكتشفته مؤخرا انه حتى كلمه يا تحمل في طياتها شيء من الحنان مش بس مجرد انه حركات لكن مش حركات في كنسي بس اه لك. مش بس ذبذبات او او حركات لا لكن روح الرب يرف على وجه المياه بمعنى اخر روح روح الله يتحرك باندفاع بحنان على هذه الكره الارضيه لانه في هناك شيء الرب يريد ان يعمله وكل معجزه في الكتاب المقدس كل المعجزات اللي في الكتاب المقدس منشوف دائما يد بالحكمة. روح الله فيها يعني حتى في العهد القديم لما كان بيحصل معجزات مثلا شمشون لما كان بيعمل عمله الجبار كان للرب ان الرب افرزه ان يكون قاضي لاسرائيل في وقت من الاوقات دايما كان يتقال عنه ان حل روح الرب على, على شمشون بالزبط. او كان روح الرب يحرك شمشون من غزه الى اشقلون يعني كان دايما روح القدس هو اللي بيعمل اعمال الله على الارض او هو اللي بينفذ مخططات الله اعمال الله معجزات الله على الارض من خلال بشر لكن البشر من غير الروح القدس ما يقدروش يعملوا اي مقدروش. حاجه بالظبط كلامك يعني كلامك رائع وفي مكانه ودقيق جدا من المهم ان ننتبه لعمل الروح القدس من المهم جدا ان ننتبه لعمل روح الله يعني كثير من المرات بفوتنا موضوع الروح القدس بنركز كثير على الاب والابن لكن من نترك الروح القدس وروح الله في كثير مرات بيحزن حتى في كثير من الكنائس اللي اللي بيعطوش روح الله ما فيش مجال حتى روح الله يعمل المشكله اساسها عصام ان احنا علشان مش قادرين ندركه كشخص بنفتكر انه مجرد تاثير او مجرد قوه يعني في العهد الجديد لما كان الرب يسوع بيخرج الشياطين كانوا دايما بيتهموا الرب انه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين ما كانوش مت يعني مدركين انه الروح القدس هو اللي بيعمل أعمال الله فحتى الرب يسوع كان بيرد عليهم بيقول لهم ان كنت انا بروح الله أو باصبع لا اخرج الشياطين فقد أقبل على ملكوت الله فحتى الرب يسوع يعني كان بيعمل اعماله كانسان كامل على الارض لانه لما الرب يسوع اخلى نفسه تخلى بما مش انه كان مش إله في ذلك الوقت مع انه انسان كامل لكن إله كامل لكن باختياره ما استخدمش امكانياته كاله لكن كانسان كامل وكان بيعمل كل الاعمال المعجزات الخارقه للطبيعه اللي قام بها الرب يسوع كانت بقوه الروح القدس الرب يسوع جه على الارض عشان يعرفنا ويفهمنا ويترك لنا مثال احنا كاناس ممتلئين من الروح القدس ممكن نعمل ايه علشان كده رب قال ان الاعمال التي انا اعملها طبعًا. اللي يؤمن بيا مم. الاعمال اللي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل, ويعمل أعظم, اعظم منها, منها. لاني ماض إلى, الى ابي كلمه لاني ماض الى ابي لانه لما يروح للاب هيرسل الروح القدس مم. لو ما كانش رب يسوع قال كده إن لم امضي لا ياتيكم المعزي فكان الرب يسوع بيقول للتلاميذ انه خير لكم ان انطلق لو انا انطلقت للاب هرسل لكم المعزي اللي هيعمل فيكم نفس الاعمال اللي انا بعملها ويعمل اعظم منها هللويا علشان كده النهارده أمين. احنا جايين نتكلم عن الروح القدس مش ك حاجه نظريه او موضوع لاهوتي لكن النهارده نفسنا ان نتكلم عن الروح القدس اللي يعمل في حياتك اللي يديك القوه اللي يديك النصرة اللي يديك الغلبة على الظروف اللي انت فيها اللي يديك الفرح رغم الألم اللي يديك التعزية رغم الحزن والاكتئاب والاضطراب اللي يعزيك ويثمر أمين. فيك أمين. لمجد الله أمين أمين تعرف حتى كلمة المعزي الروح القدس المعزي بالإنجليزي بنستعمل كلمة كومفورتر المعزي لكن أصل الكلمة هو في اللاتيني كونفورتر comfort. كومفورتر حتى بالانجلش بنقول كومفورتر اه بس باللاتيني كون فورتي. كون يعني مع، وفورتي يعني قوة. تماماً لما بتزرع شجرة بتكون ضعيفة جداً، وتخافي عليها تنكسر من الهواء. بتحطي معاها عصاي اللي تسندها وتقويها حتى يقسى عودها. فهذا هو مبدأ الكونفورتر المعزي. يعني روح الله بيسند. عشان كده ربي سؤال يكون معكم. أيوة. م. أيوة. عمل روح الله عمل عمل قوي وجبار من سفر التكوين الى سفر الرؤيا ومنشوفه في كل حادثه في كل معجزه في كل عمل الهي في كل عمل خارق للطبيعه في سفر المزامير داود بيقول ارسل كلمته فشف. فشفاهم هذه الكلمه اللي شفت مين اللي اخذ الكلمه مين اللي عمل الشفاء هو روح الله فاي اي وقت بنشوف فيه هناك عمل الهي عمل معجزه عمل خارق للطبيعه هو روح الله هو اللي بيعمل. فلازم نعطي الاهميه ل... لروح الله، نعطيه اهميته ومكانته. لو ابتدينا نتعمق في شخصيه الروح القدس، م. يعني الرب يسوع مثلا بنقدر نقول عنه ان كان قلبه حنين لما كان بيرى الجموع مثلا منطرحين راعي لها كان بيتحنن على م. الجموع، نقدر نقول عليه انه كان قوي كان عنده غيره. آه لله ما قال غيرت بيتك اكلتني وطرد يعني ايدينا قدرنا نشوف شخصيه الرب يسوع من خلال تصرفاته على الارض لما هو جه يعلن عن الاب مكتوب ان الله لم يره احد قط عمر البحيد. ما حد شاف الله لكن الرب يسوع هو الابن الوحيد اللي في حضن الاب اللي جه وخبر خبر. واعلن لينا عن شخصيه الاب قال في لبس للتلاميذ من رآني فقد, فقد رأى, رأى الآب إن أنا جاي أمثل الآب شخصية الآب بالضبط زي شخصيتي تصرفاتي بتعلن عن تصرفات الآب حنان قلبي تفاعلي مع الظروف مع الناس كل ده جاي يعلن عن الآب لكن لو ابتدينا ناخد من خلال الكتاب المقدس ونبتدي نتعرف على شخصية الروح القدس ممكن نقول إيه؟ أو. نفس الكلام اللي قلتيه عن الاب اقدر اقوله عن الروح القدس عن الروح ونفس الكلام اللي بقوله عن الروح القدس اقدر اقوله عن الاب يعني روح الله يتحنن روح الله يتحنن روح الله يتحرك روح الله يشفي روح الله يتكلم روح الله يعلم في في يوحنا 14 الرب قال لهم قال لهم لما لما ارسل لكم الروح المعزي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل, بكل ما قلته لكم. لكم فنفس الصفات الموجودة عند الله الآب موجودة عند الإبن موجودة عند الروح القدس لأنه هو الإله الواحد يمكن منشوفه في صور مختلفة لكن هو الإله الواحد ما يتغيرش ما درش أقول أنه صفات الروح القدس تختلف عن صفات الله لا هم بيتشاركوا بجميع الصفات لأنه واحد الآب أو الإبن أو الروح القدس واحد لما الله يغار على مجده، روح الله يغار على مجده، الرب يسوع يغار على مجده، لما دخل الهيكل لما بالسياط طرد السيارة وباعت الحمام، نفس الغيره عند روح الله يغار روح الله. الحقيقه افتكرت الايه اللي بتقول ال... دايما انا بسمعها من حضرتك لا احزنوا روح, روح الله فصار لهم عدوا. لكنهم احزنوا روح القدس فتحول لهم عدوا. يعني بنشوف نفس الغيره والحميه وعلى مجد الله على عمل الله ما بنلاقيه ان الروح القدس بيتحرك يعني بتحركات فعاله في الخدمه في في الاماكن اللي فيها فعلا يعني خدمه تمثل مجد الله لو حبينا نشوف صفات تانية في شخصية الروح القدس نقدر نقول إيه؟ التغيير اللي بيعمله في الإنسان محدش يقدر الولادة يعمل. من الله ايوه مم. محدش يقدر يعمل هذا التغيير الا روح الله وده اللي الرب يسوع قاله مثلا في يوحنا اصحاح ثلاثة لما جاء نيقو له نيقوديموس وقال يعني المولود من الروح هو روح فالولادة من الله هي من الروح القدس مم. الرب يسوع قال له الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم, لا تعلم, من, تعلم. من اين تاتي ولا إلى أين تذهب. تذهب هكذا كل, كل من ولد من, من الروح أي روح الروح القدس. روح القدس مش روح الانسان لكن من الروح القدس فالروح الله هو العامل بكل خطوه في حياتنا وفي مشوارنا على هذه الارض فبنلاقي ان كل عمل اساسي في حياتنا في الخليقه في شخصيه الله بيقوم بيها الثلاث اقانيم الله الاب الله الابن الله الروح القدس الولاده مثلا تجديد الانسان الخلاص الولاده من فوق بنلاقي ان فيها مثلا في يوحنا واحد يقول المولودين ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من دم بل من, من الله. الله فالولادة من الله الله شاء فولدنا بكلمة كلمة. الحق الرب يسوع أمين. الروح القدس المولود من الروح فكل عمل روحي في حياتك كل عمل روحي يخصك الروح القدس شريك في هذا العمل الروح القدس هو شريكك في هذه الحياة الرب يسوع قال ان هرسل لكم المعزي اللي يمكث معكم ويكون فيكم يرشدكم ويعلمكم شوفي في حادثة نيقوديموس شيء رائع حصل هو نيقوديموس كان معلم لليهود بمعنى آخر هو زراباي فهم الشريعة مزبوط فهم الشريعة كتير كويس وكان يعلم الشريعة وكان مم. يعلم الناموس ويعلم النبوات فعنده معرفة وإدراك ونضوج يعني من الناحية الكتابية مم. لكن كان ينقصه عمل روحي هذا العمل هو عمل روح الله في حياته فالتدين لوحده ما بيكفيش الحرف يقتل لكن الروح تحيي يحيي أي روح بتكلم عنه روح الله لأن روح الله بيعطي الحياة فمهما عرفت يعني شاول الترصوصي اللي هو بولس الرسول في البداية كان يعني تتلمذ على يد غملائيل ففهمان الناموس عارف الشريعة عارف كل التقاليد عارف كل شيء فمن الناحية الكتابية يعني فهمان في, في 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 الكتاب فهمان في التوراه لكن هذا التدين اللي عنده كان تدين اعمى فمهما كانت معرفته وادراكه للامور الكتابيه ما فيش هناك ولاده جديده نفس الشيء حصل مع نيقوديموس لكن اللي حصل مع نيقوديموس انه الله لمس قلب نيقوديموس بقوه الروح القدس عن طريق الرب يسوع المسيح لما الرب تكلمه ينبغي ان تولد من فوق. من فوق فبنشوف الثلاثة أقانيم اشتغلوا مع بعض على شخص واحد حتى هذا الشخص الواحد يختبر الخلاص والولادة الجديدة بكورنتس أولى 5 17 يقول من هو في المسيح فهو خليقة خليق الأشياء العتيقة قد مضى هو قد صار طب إمتى صار في المسيح؟ مين م. اللي خلى يدخل في المسيح؟ مين خلى المسيح يدخل لحياته ويغيره ويولد هو عمل مين؟ عمل الروح القدس فكل خطوة في مشوارنا مم. على هذه الارض روح الله هو العامل فينا هو العامل فينا انا ما اقدرش ابكتك الروح القدس هو اللي يبكي العالم <applause> على بر وعلى خطيه وعلى دينونه وده من ضمن اعمال الروح القدس أيوه. يعني الروح القدس عايزين نشوف صفاته شخصيته عايزين نشوف كمان اعمال الروح القدس ايوه الحاجات الروح القدس بيقوم بيها بصفه مستمرة في حياتنا بصفة يومية انت لو مؤمن النهاردة ساكن فيك الروح القدس انت لو بنت للرب النهاردة لازم تعرفي ان ساكن فيك الروح القدس الكتاب يقول ارسل روحه الى قلوبنا صارخا يا ابا الاب ما نقدرش نقول لله يا ابانا الذي في السماوات يا الله الاب غير بالروح القدس ما حدش يقدر يقول ان يسوع رب إلا. حقيقي غير بالروح القدس يمكن الناس تعرف عن المسيح يمكن تجادل بعقلها بافكارها الذهنيه ممكن نخش في مجادلات الى ما لا نهايه لكن علشان تقدر تعترف حقيقي بالرب يسوع لازم الروح القدس هو هو اللي بيعمل كل شيء انا مره دخلت الكنيسه لقيت شخص من من ساوث امريكا قاعد في اخر بنك في الكنيسه وبيبكي وبيبكي في مراره وانا بعرفه كان ينظف المبنى وحالته كانت تعبانه جدا فبقول له بقول له مالك بتبكي؟ بقول لي ممكن الله يغفر كل خطاياي؟ فكل ما بفكر في عمليه تبكيت الروح القدس بفكر في هذا الانسان بقول يا يسوع كيف روحك القدوس على هذا الانسان بكت على خطاياه؟ وكان يبكي في مراره كان يبكي في مراره هذا العمل انا ما اقدرش اعمله ولا انت تقدر تعمليه روح الله هو الوحيد اللي يقدر يبكت النفوس الكتاب يقول نخسوا في, في قلوب. قلوبهم كان نخس قويه حقيقه كانت نخس كتير قويه في قلب هذا الانسان وطبعا صليت معه وسلم حياته للرب يعني من الناحيه العمليه نقدر نقول ان كل واحد بيسمع كلمه الرب سواء في وعظه في ترنيم في صلاه في في قداس في خدمه في الكنيسه وتلاقي ان قلبك بيتحرك اعرف ان ده روح الله بيكلمك روح الله بيلفت نظرك روح الله بيتعامل مع ضميرك مع روحك مع نفسك عشان يحضرك الى الله احنا كبشر ما نقدرش احنا نيجي لله من نفسنا لان احنا اموات بالذنوب والخطايا لكن روح القدس اللي يولد فينا حياه عشان نقدر نعرف الله ونيجي ونتوب ونعترف بخطايانا اعرف ان روح الله دايما مشغول بيك دايما انت في فكره الله انت على قلب الله انت موضوع اهتمام الله الله بيحبك الله عايزك الله بيراقبك مهتم بيك مستني الفرصه انك تديله ودنك عشان يكلمك ويبكتك مش علشان تحس بتانيب الضمير وتفشل لكن عشان يولد فيك الامل ان هو فاتح دراعه ليك مستعد يقبلك مستعد يفيد عليك بحبه وغفرانه ورحمته في صموئيل الاول الصح 17 بتكلم عن داود لما وقف قدام جوليات الجبار <applause> وطبعا داود كان عنده غيرة للرب لعمل الرب ولما شاف جوليات بعير شعب الله انه هو ما حدش قادر يقاتله لداود يقاتله لجوليات غار غيرة الرب داود بس لاحظي انه شاول البس داود ثياب الحرب او الحلة الارمر بتاع سلاح شاول شاول سلاحه. سلاحه فلبس الدرع ولبس الترس ولبس كل شيء لقى نفسه تقيل مش قادر يتحرك مم. الموضوع مش بالامكانيات الموضوع مش بالامكانيات وفي كثير كثير من الناس عايشه حياتها الروحيه على الامكانيات الموضوع مش في الامكانيات الموضوع في روح الرب روح الرب شلح كل الاسلحه اللي لبسوا اياها لداود شلحهم كلهم وقال اخذ خمس زلطات خمس حجاره ملس ونزل و... على على جوليات انت تاتي الي بسيف وبرمح لكن انا اتي اليك باسم اسم رب, رب الجنود الجن... قال له اليوم يحبسك الرب بي... في طب يدي طب انا السؤال بدي اساله جوليات طوله ما لا يقل عن 18 قدم ما لا يقل عن 18 قدم رجل حرب رجل حرب من يعني سنوات رجل حرب اسلحته اسلحه مارد شخص طويل القامه فالسيفه مش حيكون سيف بسيط لكن حيكون سيف طويل لانه يده طويله وباعه طويل نفس نفس الشيء الرمح والترس فاسلحته عظيمه قوته جبارة هيئته وكيانه يخيف ويرعب مين هو داود حتى يقف امام جوليات الجبار وكل جيوش شاول مش قادره على جوليات ما هي القوه اللي تملكت على كيان داود حتى قدر يتكلم وينطق بهذه النبوه انت تاتي الي بسيف ورمح لكن انا اتي اليك باسم رب الجن اليوم يحبسك الرب في يدي من قبل ما يحصل قبل ما يحصل هو لا لا, لا يرمى عليه الحجر ولا ولا ما عليه حجر ولا ما عمل شيء لسه لكن اعلن طب من فين هذا الاعلان من الروح القدس هذا هو روح الله هذا هو الروح القدس لما نمتلئ من الروح القدس لما شاول نزل طلع عند صموئيل صموئيل راسا مسحه لأن الرب قال له جاي عندك بكره شاول امسحه ملك على اسرائيل <applause> فلما صب عليه قنينه ال�... الدهن وقبله مسحه قال له في ذهابك من عندي يحل عليك روح الرب فتتنبا, فتتنبأ وتتحول الى رجل اخر شوفي روح الله شو بيعمل يحول الانسان يحول انسان لشخص اخر كليا مختلف لما الكتاب قال ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل صار جديدا انا دايما احب اقول افتكر ان انت مش انسان معدل مش انسان يعني ريفيربش زي ما بيقولوا بيكون في مكنه قديمه يصلحوا القديمة علشان يجددوها لكن انت خليقه جديده انت أمين. نوعيه جديده أمين. انت طبيعه جديده أمين. بشجعك ان الروح القدس مش بيشفي على العثم لكن بيحيي ان الروح المحيي بيدي حياه جديده كامله امين وقف داود امام جوليات وضربه في ال في الـ في الـ في الـ نبلة لا بال بالحجر الاملس مقلاع بالمقلاع ثانك يو بلاش نبلة <applause> ضربه في المقلاع okay. جت فين في جبينه ورأسا انتقم للرب يعني حقيقة هذا عمل روح الله ما حدش يقدر يعمل هذا العمل إلا روح الله يعني في كل العهد القديم شوف شعب الله لما خرج من أرض العبودية مين اللي أخرجهم الله أخرجهم لكن روح الله هو اللي نبههم روح الله هو اللي قادهم هو اللي صار فيهم طب عجلات المركبات اللي بتاعت فرعون جيش فرعون كلها انكسرت مين اللي كسرها؟ روح الله عمل اعمال الانسان ما يقدرش عليها ما نقدرش نحن نقدر نعمل عمل روح الله لانه روح خارق للطبيعه فبيقول لا بالقدره ولا, ولا بالقوه زكريا بيقول نفس الكلام هو الموضوع لا بالقوه ولا لكن بروحي قال أه رب الجنود شوفي جدعون العمل اللي عمله جدعون كيف خلص شعب الله شوف العمل اللي عمله موسى لما كان يرفع ايديه كان الشعب ينتصر هذا كله عمل روح الله ما فيش حادثه فيها عمل خارق للطبيعه في الكتاب المقدس او عمل روحي الا وروح الله هو العامل في هذه الحادثه يعني دوره في كل معجزه في العهد القديم والعهد الجديد طبعا لكن في كل سفر في العهد القديم بتشوف هو العامل طب مين اللي عمل في 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 ايوب لما ابتدى يصلي لاجل اصدقائه لما بتصلي للناس الاخرين لما الرب رد سبيه لما الرب عوض كيف الرب عوض ايوب في الفتره اللي فيها زوجته كانت تقول له انت انت متمسك بعدك في كمالك العن الله وموت لكن هل تتكلمين كاحدى الجاهلات من فين حصل على هذه القوه والحكمه من فين؟ هو روح الله هو روح الله اللي عمل في ايوب هو روح الله اللي عمل في جدعون هو روح الله اللي عمل في في شمشون هو روح الله اللي عمل في سليمان في داود هو روح الله اللي عمل في كل في جميع رجال الله في العهد القديم بكل سفر من الاسفار حتى في سفر راعوث بتشوفي يد الله كيف عملت وكيف روح الله اعطى نعمة الحكمه تتكلم مع رعوث و يعني عمل روح الله في سفر راعوث عمل غير عادي وسفر نحميا وسفر استير ونتكلم عن عن الحكمه اللي الرب اعطاها لمردخاي وللاستير وكيف الايمان اللي الرب اعطاهم اياه وسفر صموئيل الاول ونشوف حنة ام صموئيل الايمان مين خلى الايمان في قلب حنة هو روح الله هو الله يتكلم يخطط الابن يحمل هذا التخطيط وروح الله ينفذ, ينفذ هذا التخطيط من كل بكل سفر في العهد القديم في كل سفر تعال لسفر اشعياء بتشوف روح الله هو المتكلم مرات كثير بكون بقرا في سفر اشعياء بفكر حالي بقرا في يوحنا وكانه لغه القرن الحادي والعشرين لانه بحسه عم بيتكلم معي مين المتكلم هو روح الله مين اللي اعلن كل هذه الاعلانات هو روح الله لما كان حزقيال عند نهر خابور وفتحة السماء ابتدى روح الله يتكلم معاه هذا عمل روح الله اللي تكمل تكلم عن طريق دانيال في سفر دانيال كل النبوات والاعلانات ما فيش اعلان روح الله ملوش في اي شيء روح الحكمة والاعلان هو ده الروح القدس اللي بيعلن لنا أمين. ويخبرنا بامور اتية ربي سؤال كده يخبركم بامور اتية امين, أمين. اشعياء صح 11 اه دي صفات الروح القدس احنا بنفكر ان الروح القدس هو فقط بسفر اعمال الرسل ابتدى في سفر اعمال الرسل لا بنربط الروح القدس مع بولس بنحطهم الاثنين مع بعض لكن روح الله قبل ان يتكون ابراهيم روح الله كائن قبل الخليقه روح الله كائن في اشياء صح داعش بتكلم بيقول ويخرج قضيب من جذع يس وينبت غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمه والفهم روح المشوره والقوه روح المعرفه ومخافه الرب ولذته تكون في مخافه الرب. هللويا اول اول شيء هو روح الرب مش روح بشر ولا روح الهه لكن هو روح الرب الله روح الرب. الشيء الثاني روح الحكمه سبع اسماء ارواح الله آه. روح الحكمه فاكره لما سليمان الرب قال له تطلب ايه قال له عبدك محتاج حكمه لان شعبك عظيم ومين يقدر يحكم هذا الشعب محتاج حكمه وحق. ورب قال له ما دام طلبت حكمه هديك كمان فوقيها غنى ومجد هللويا الحكمه اثمن امين من اللقالق وكل جواهرك لا تساويها كده بيقول اطلب الحكمه امين امين فالرب اعطاه الحكمه وحكم بالحكمة وعاش في الحكمة يعني رب استثمر هذه الحكمة فيه من مواهب الروح القدس التسعة إحدى المواهب كلمات كلمة كلام حكمة. حكمة, دي صفة من صفات الروح القدس بيعطي حكمة لأنه هو نفسه روح الحكمة مش لأنه عنده الحكمة لأنه هو نفسه الحكمة إحنا مش بنطلب شيء يا رب أعطيني اللي عندك احنا بنطلبه هو هو فهو روح الحكمه اعطيني الحكمه اعطي ليكن لي ضعفين من روحك يعني بمعنى اخر املأني ملئ مل... ال... مش بس تملأني لكن الفيضان الضعفين معناته الفيضان م. فروح الحكمه والفهم الفهم مهم جدا نفهم الخص الحبش اللي كان يقرا بسفر اشياء مش قادر يفهم م. لما قال له كيف افهم ان لم يرشدني احد روح الحكمه أه ما اقدرش افهم كلمه الله اذا انا مش مولود ولاده جديده ودي حقيقه عمليه ناس كتير بتختبرها يعني في ناس تقول انا طول عمري في الكنيسه وطول عمري بقرا الكتاب لكن لما اتولدت من الله اتفتح قدامي الكتاب كما يعني عمر ما حصل قبل كده لانه فيك الروح القدس وهو اللي بيرشدك ويعلمك لان الروح القدس هو اللي كاتب الكتاب ده، الكتاب بيقول تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، فالروح القدس هو اللي كتب ده وهو الشخص الوحيد اللي يقدر يفهمك ويعلمك ويفتح قدامك الكتاب، لما تيجي تقرا الكتاب صلي قول يا روح الله فهمني علمني ارشدني يا رب انا عايز اعرف الكتاب زي ما انت كتبته، الكلام اللي انت تقصده، الكلام اللي انت يا رب عايزني اكبر عليه وانمو بيه، الكتاب بيقول اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به النمو اللي بيحصل في حياتك عن طريق الروح القدس روح الحكمه والفهم والاعلان على فكره القاسم المشترك بين كل اسفار الكتاب المقدس من سفر التكوين الى نهايه الكتاب المقدس في سفر الرؤيا 66 سفر القاسم المشترك بينهم كلهم هو روح, هو روح الله هللوين. هو روح الله وبعدين الشيء الرائع في كلمه الله انها منسوجه في طريقه يعني مستحيل مستحيل يكون في هناك اي خطا ولا يمكن يكون في هناك اي نوع من الخطا او اي نوع من العنصر البشري فيها عمل روحي كلام الهي كلام من العرش الكل بيكمل بعضه مع انه بتلاقي ناس ملوك بتلاقي ناس رعاة وجابي جن جميز بتلاقي ناس صيادين سمك فكل من من مختلف طبقات الشعب لكن القاسم المشترك بينهم هو روح الله اللي بوحدهم اللي بيربط الكتاب من سفر التكوين للرؤيا مع بعض هو روح الله لو روح الله مش موجود في الوحي الكتابي كان الكتاب عباره عن زي اي كتاب اخر لكن الشيء الرائع في كلمه الله لانه روح الله فيه لما لما الانسان بيقرا بيغير امين بغير في حياه الانسان ففي ان آه رب يسوع نفسه قال الكلام الذي اكلمكم هو به هو روح به وحياه هو روح وحياه مم. مم. امين فروح الفهم انا ما اقدرش افهم الكلمه بدون روح, روح الله لما الخص الحبشي فهم عمليه الفداء والخلاص وموت المسيح وقيامته ساعتها قال لا 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 فيلبس قال له هو ده ما ماذا يمنع ان اعتمد طب ما انت كنت بتقرا اول ليه ما ليه ما اعتمدتش ما اعتمدتش انا ما كانش فاهم ما, ما كانش اه فبيعطينا روح الفهم والاعلان فروح الفهم روح المشوره الارشاد المشوره كونسل <applause> بيعلمك ارشدك الطريقه التي تسلك باي طريقه بده بالروح القدس تجد كلمه من خلفك هذه هي الطريق اسلك فيها, أصلك فيها. فاذا الروح بيعطيني اللي... بيعطيني في مرات كثير بنكون في مواقف صعبة كثير وبنطلب من الرب يا رب مش عارفة أتصرف تعرف في كثير المرات كنت أصلي وأقول له يا رب علمني طرق جديدة كيف أتعامل مع الأولاد وفي مواقف أنا حقيقة أنت عارف الأولاد ما بيجيش معهم مانيوال اللي تتعلمي كيف أت... تربيهم و... وانت كمان مريتي بنفس الظرف ف فبنصلي يا علمنا كيف نتعامل معهم باي طريقه وباي اسلوب حتى لما ينمو ينمو فيك في بكل صحه وينمو بكل كمال بدون اي عقد بدون اي مشاكل حقيقه كل مره أطلب هذه الطلبه الرب يعطيني بحسب هذه الطلبه ودي من الناحيه العمليه ان احنا محتاجين الروح القدس مش بس في الامور الروحيه لكن في كل حاجه في حياتنا في كل يوم في كل ظرف وانت بتشتري حاجة وانت بتاخد قرارات وانت بتتعامل مع أهل بيتك ومراتك أو جوزك وعيالك انت بتتعامل مع ناس في الشغل انت بتتعامل في الظروف الحياة يعني الرب يسوع لما كانوا بيجي يجربوه ويسألوه مثلا أي جوز أن نعطي جزية لقيصر فين منين الرب جاب الحكمة دي يعني كإنسان ما كانش ممكن كإنسان بشري عادي يفكر أبدا بالأسلوب ده لأنه محتاج فعلا الرب كان بيجيب بحكمة الناس كانت بتدهش منه الناس ما كانوش بيقدروا يجاوبوا عليه كل مره يجوا الفريسيين والكتبه يجربوه الرب يرد عليهم ردود يعني زي بيكام speechless مش عارفين يردوا حاجه لان دي حكمه الله النازله من فوق يعني كان يجاوبهم بطريقه اللي مصدومين بالظبط مش عارف اجاوب لو جاوبت الجواب بكون غلطان ولو جاوبت الجواب الثاني بكون غلطان افضل اني اسكت لما جم قالوا لما جم قالوا له باي قوه تصنع هذا قال لهم وانا اسالكم سؤال مع معموديه يوحنا من الناس كانت ام من الله مش هم قادرين. قالوا مش مش لو قلنا من <applause> من الله هيقول طب ليه ما امنتوش بيا طب لو قالوا من الناس هيرجموهم يعني دي الحكمه اللي احنا محتاجينها حتى في حياتنا العمليه كل يوم في التعامل مع الناس لانه هذه النبوه اللي تكلم عنها اشعياء اللي صح 11 يحل عليه روح الحكمة حكمة. فده روح الحكمه اللي كان على الرب يسوع لانه هو بذاته الحكمه على فكره يعني الرب يسوع الان آه. الحكمه آه. اسكن الذكاء واجد معرفه التدبير. امين 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 روح الحكمه روح, روح المشوره والقوه مشوره والقوه مشوره يعني الارشاد بيعطيك النصيحه الصحيحه م -م. بدون اي بدون اي غايه شخصيه لما بينصح بينصح بدون اي غايه شخصيه فروح المشوره روح القوة احنا محتاجين القوة الروحية محتاجين تتشارج نعمل شحن بشكل مستمر الكتاب يحكي لها برسالة أفس بغلط يقول لا, لا تسكروا بالخمرة الذي به الخلاعة لكن امتلئوا بالروح امتلئوا بالروح فعملية الامتلاء عملية مستمرة مش مرة واحدة لكن بشكل مستمر مواظبة في الامتلاء ليه؟ لأنه بهالطريقة بقدر أحصل على القوة روح القوة روح القوة ولما كتاب قال لم اتيكم بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل, ببرهان برهان الروح والقوه والقوه الروح القدس له قوه آه آه في شفت فيديو لو, لو اخت مؤمنه عندها محل كان في المول يمكن شفتيه نفسه قلت لك عنه يمكن مره ودخل عليها واحد يعمل عليها هولد اب حتى ياخذ الفلوس, الفلوس اللي عندها مم. قالت له في اسم الرب يسوع المسيح اطلع من المحل وما حل معه المسدس ومصوب المسدس عليها لكن بالسلطان للرب الرب اعطاها اياه هذا الشخص اللي دخل حتى يختلس منها هرب من المكان خوفا منها بسبب السلطان بسبب بسبب ممارستها للسلطان اللي الرب اعطاها اياه. طبعا هاي مش اذا ما كان روح الله هو الدافع ما نقدرش نتصرف، لكن روح الرب هو اللي دفعها تتصرف بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. الرب اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضرنا شيء مش بقوتنا ولا في مهارتنا ولا في حكمتنا ولا في فهمنا ولا في معرفتنا ابدا لكن بحضور روح الله اللي فينا ويا وياما في بعض الاحيان بتكوني في مكان وبتلاقي في شخص ثاني اللي فيه ارواح شريره لما يشوفك يبعد بخاف 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 ليه؟ لانه روح الله له هيبه له مكانته له مخافته الرب يسوع لما كان على الارض كان الشياطين بتصرخ تقشعر من وجوده مم. ما لنا ولكن الله لماذا جئت قبل الوقت لتعذبنا فكان يصرخوا عارفين هذا هو الوحيد الوحيد اللي يقدر يخرجهم ليه؟ لانه صاحب السلطان والرب اعطانا السلطان اللي عنده بقوه الروح القدس هللويا مم. روح المعرفه ايوه روح المعرفه روح المعرفه فكرني بمواهب الروح التسعة وحدة منهم كلام العلم روح المعرفة إعلانات كنوز المخابئ كنوز ذخائر الظلمة دخائر الظلمة وكنوز المخابئ بيكشفها الرب بيعلن الأمور المخفية بيعلنها لأولاده لأنه سر رب خفي إلا ويعمل. ويستعلن مم. بس بالسر الرب اللي رب يعلن امور كثير تعرف في الصلاه لما نكون في, في, في روح الصلاه في روح العباده وفي في روح الصلاه بكل خشوع ووقار في حضره الله الله دائما بيكشف بيكشف امور بيكشف لنا امور اللي احنا ما نكونش عارفينها ومرات كثير بلحقش عليه لما بيبدا يملي ويقول لي كلام ما اقدرش الحق عليه لانه بيكشف امور مم. في بعض الاحيان عن طريق الاحلام الرب تكلم رؤى الرب تكلم اعلانات الرب تكلم نبوات الرب تكلم عن طريق إخوة قديسين وأخوات قديسات الرب تكلم على فمهم بس هدول كلهم مساقين بالروح القدس. بالروح القدس ما أقدرش أفتعل هذه المسحة هذه المسحة هي من روح الله هم هو اللي بتكلم من خلال هؤلاء الأشخاص ومرات كثير يعني في ناس بتستهزئ في هذا الموضوع كل شيء تقدر تستهزئ فيه بس بحذرك اليوم لما يوصل الموضوع عند روح الله القدوس That's لاين خط احمر استهزئ في كل شيء في الحياه مش مشكله لكن لما يوصل الموضوع عند روح الله ومواهب الروح القدس من الافضل انك انت تسكت في واحد من رجال الله العظماء يعني له مكانته في, في 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 خاصه في كاليفورنيا وله كنيسه ضخمه ومعروف بدون ذكر اسماء سألوه ما رأيك في موضوع الناس اللي بحل عليها روح الرب ومرات بتوقع وبتصلي معها وتوقع كان جوابه رائع قال في عالم, في عالم الروح في هناك أعماق مختلفة أنا هذا العمق لسه ما اختبرته فبفضل ما أتكلم عنه حتى أختبره ليه؟ لأنه ما أمس روح الله ف لما يوصل الموضوع لعند الروح القدس لا في تحفظ الشيء اللي انا مش فاهمه من الافضل ان ما تكلمش فيه غير لما نفهمه او لما نختبره لما تختبر ساعتها تقدر تتكلم لكن اذا لسه ما حصلتش على الاختبار ما تقدرش تتكلم من الافضل انك انت ما تتكلمش ليه لانه روح الله مخيف نعم هو بيعزي ايوه بيرشد ايوه بيغير ايوه آه بيعطيك قوه ايوه بيعمل ايات وعجائب ايوه كل هذه الامور بيعملها روح الله بس بنفس بنفس الوقت بنفس الوقت روح الله هذا روح الله الاقنوم الاول الثاني الاقنوم الثالث هو نفسه الله فانتبه في في تقييمك لعمل روح الله انتبه في اراءك وتعبيرك لارائك عن روح الله اذا في هناك اي شيء من الناحيه السلبيه من الافضل انك انت ما تقول غير لما انت تختبر، وإذا لسه ما اختبرت ابحث في هذا الموضوع. ابحث حتى تقدر تعرف عن عن عن, عن روح الله أكثر، ومخافة الرب يوضع عليه مخافة الرب. مم. دي رأس الحكمة مخافة, مخافة الرب. مم. يعني بحس إن دي حاجة أساسية جدا يمكن إحنا كمسيحيين ابتدينا نعرف إن الرب صالح والرب حنين والرب بيسامح بي وبيغفر، ساعات ما بيبقاش عندنا مخافة الرب ودي أهم حاجة يعني أهم صفة إنه دي يعني أهم حاجة إنك دايما تكون إنسان خائف الرب أه كمان الكتاب يقول عنه إنه روح القداسة ما ينفعش تبقى حياتنا فيها خطية ما ينفعش تبقى حياتنا فيها غيرة فيها حسد فيها خصام فيها انشقاق فيها تحزب فيها خصام كل دي أعمال جسد الكتاب يقول إن كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد لان الجسد دايما بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذا يقاوم احدهما الاخر مش ممكن الروح القدس يكون منطلق وممتلئ في حياتك وانت حياتك مليانه اعمال جسد مليان غيره مليان خصام مليان حسد مليان نميمه مليان كل حاجه سلبيه ضد طبيعه الله تعالى النهارده لو في في حياتك اي اعمال جسد قولوا رب انا بقوه الروح القدس عايز اميت اعمال الجسد دي لان أمين. انا من نفسي ما اقدرش عليها يا رب انا بطبيعتي ما اقدرش افتعلها لكن محتاج لقوه الروح القدس في حياتي اللي تميت وتقمع جسدي بكل رغباته بكل شهواته بكل ميوله عايز انتقم لنفسي عايز اي ونت بي ايفن عايز ان انا اخد حقي بدراعي عايز ان انا اعمل زي ما اتعمل فيا كل حاجه امور الطمع الشهوات الجشع انك عايز تكبر وتغتني وتصير غني علشان يبقى عندك زي اللي عند غيرك النهارده خلي بالك قوي ان اعمال الجسد دي بتحزن الروح اعمال الجسد دي بتحزن روح الله اللي فيك النهارده انت لو مؤمن وجواك اعمال جسد وفي حياتك الجسد صوته عالي تعالى النهارده قول له يا روح الله أمين. انا محتاج لقوتك النهارده محتاج لارشادك محتاج لعملك في حياتي اني اميت بالروح القدس اعمال الجسد اللي صوتها عالي في حياتي أمين. اللي منغبشه وملغوشه على صوتك يا رب فيا نعم. يا رب ما فيش سلام ما فيش فرح ما فيش نصره ما فيش انطلاق ما فيش عمق لحياتي علشان زي ما الرب قال في مثل الزارع ارض محجره ارض كلها ضحلة ملهاش عمق أرض حتى لو بتسمع الكلمة وبتقبلها بفرح لكن مع الوقت بيروح التأثير ده الكتاب قال في مثل الزرع برضو ربي يسوع قال في أرض فيها شوك الشوك ده بيطلع بيخنق الكلمة لو في هموم لو في محبة عالم لو في غرور غنى وشهوات سائر الأشياء بتخنق الكلمة في حياتك أنت النهاردة محتاج للروح القدس اللي يغير يشيل كل شوك يشيل كل محبة غريبة أمين يشيل كل اهتمام أمين يا ليس من الله رب يسوع قال لبطرس اذهب عني يا شيطان مش لأن بطرس قال حاجة غلط لكن كان قال له لأنك تهتم بما للناس وليس بما لله شوف النهاردة اهتمامك إذا كان بتهتم للروح بتهتم بما هو لله عندك نمو عندك أشواء عندك محبة للرب روح قدس متهلل وفرحان وفايت فيك ولا الروح مهزوم وكده مطفي وحزين وما فيش اي قوه روحيه في حياتك النهارده دعوه حقيقيه مش يكون كلام نظري لكن يكون كلام عملي فعلا انت بتعيش حياه القوه بالروح القدس لان هو روح القوه روح الفهم روح الاعلان روح الحكمه روح مخافه الرب تأييدا لكلامك في اشياء صح اربعه أم. في آية رائعة بقول إذ غسل السيد قذر بنات سهيون ونقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء وروح الإحراق وبروح الإحراق أمين يعني الرب يقدر يغير هللويا ويطهر بروح القضاء وبروح الإحراق يحرق الرب كل زغل في حياته في اسم يسوع هللويا الكتاب يقول ان اعمال الانسان هتظهر بنار تمتحن بنار كل واحد بقى عمل, عمل زي خشب زي قش زي عشب النار تتحرقه لكن في نفس الوقت النار تحرق فيه الخشب والقش والعشب تنقي فيه الذهب والفضه والحجاره الكريمه لو انت اكتست بالذهب جوه النار النار الذهب هيتصفى الذهب مش هيتحرق مش هيبوظ بالنار لكن هيتنقى ويتصفى بالنار دي الأعمال الرب مستني يشوفها في حياتنا أمين. تكون اعمال زي ذهب وفضة وحجارة كريمة النهاردة له تعالى روح الله تعالى نقيني نظفني احرق فيا كل أمين. حاجة رخيصة ونقي في حياتي كل حاجة ثمينة هل وغالية. هل وغالية كتاب بيقول زي ما قال انك تلقي على التراب تبرك ويكون القدير امين لك. آم ايوب الايه رائعه بقول اذا جربني اخرج كالذهب هللويا يعني الامتحانات الرب خلينا نجتاز فيها امتحانات الهدفها تنقيه تنقيه وتمحيص هللويا مبارك اسم الرب هاللوية. مبارك اسم الرب هللويا روح القضاء وروح الاحراق روح القداسه روح الحكمه والاعلان في معرفته روح المشوره والنصح كتير بنبقى محتاجين نصيحه كتير بنروح لناس ينصحونا لكن مش عايزين مشوره بشر زي مشوره اخي توفل النهارده الرب عايز يرشدك طلها. عايز ينصحك عايز يعلمك عايز يدربك محتاج للروح القدس في حياتك محتاج لنصيحه الروح القدس في حياتك كل واحد وواحده النهارده عايز نصيحه قول روح الله انصحني روح المشوره والنصح ارشدني امين في شيء رائع في 61 من اشعياء بقول لك يعني لما بقرا في سفر اشياء بحس حالي اني بقرا في انجيل يوحنا او كانه بولس العماله بتكلم يعني Hallelujah. حقيقه روح الله بتكلم بشكل رائع باشعياء 61 اشياء بتنبا بقول روح السيد الرب علي لان الرب مسحني مسحني روح السيد الرب علي هذا هو الروح القدس Hallelujah. هذا هو الروح القدس هذا هو ذات الروح القدس اللي انسكَف في يوم الخمسين على التلاميذ. إشعياء، شوف قبل كم سنة، قبل كم كم ألف سنة قبل المسيح؟ ودي نفس الآية اللي اقتبسها الرب يسوع في لوقا. أيوة، روح السيد الرب علي؟ ما لأن الرب مسحني الروح القدس علي. الروح القدس كان على إشعياء لما تنبأ وتكلم بهذا الكلام. لاحظ شو بقول؟ اول شيء وهذه انواع المسحه مم. لابشر المساكين فاذا الروح القدس علي حتى يبشر هذه المسحه للتبشير روح الرب علي لابشر لابشر فالبشاره بتكون بشاره فعاله روح السيد الرب علي أرسلني لأعصب لأعصب منكسرين منكسر القلب يعني الشخص اللي عنده القلب مكسور تعرف هي خدمة مميزة مش كل الخ... الخدمة مش بس تبشير ووعظ في هناك خدمات كثيرة في الكتاب المقدس مهمة بنفس الأهمية فإذا في هناك نفوس مكسورة القلوب رب محتاج محتاج بيطلب منا وبط... يعني بتطلبها منا أنه نحن نروح ونعصب هذه القلوب المكسوره لانادي المسبيين بالعتق المسبيين اللي رايحين سبي على على مخيم العدو وناديهم زي اسرى الحرب يعني ايوه اسرى الحرب استاسرهم اخذهم اسرى اخذهم مسبيين زي ما عمل نبوخذ نصر في في شعب الله سنه 586 قبل الميلاد اخذهم كلهم الى بابل وده اللي الشيطان بيعمله في حياتنا لما بيسبينا ربي سؤال كده كل من يفعل خطيه فهو عبد, عبد. للخطيه انت بقيت عبد مسبي مبيع تحت الخطيه النهارده روح القدس يجي يحررك امين يطلقك يجي يفك اسرك امين في اسم يسوع الكلام عن روح القدس فعلا ما يخلصش والروح القدس هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله. الروح اللي يكشف لك الحق مش الزيف، مش الباطل، مش الكلام اللي الناس الاغلبيه تقتنع بيه لكن الحق اللي يحررك. رب يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم والحق يحرركم. النهارده انت محتاج لحريه محتاج تشوف الحق محتاج ان العصابه اللي على عينيك تتفتح وتن... وتتكشف وت... وتتشال من على عينيك علشان تعرف الحق والحق يحرر... يحررك هو ده روح الحق رب رب النهارده جاي بروح حق حللوية. علشان يكشف العمى ويكشف الزيف ويكشف الضلال عشان تتمتع بحريه مجد اولاد الله امين هنطلع فاصل ترنيمه صلي وانت بتسمع الترنيمه دي صلي قولي روح الله كلمني يا الله بكتني يا الله ارشدني يا الله انصحني يا الله قوت حياتي وقوت خطواتي عشان اكبر وانمو لو كنت محتاج تعرف الرب قولي روح الله عرفني عن شخص الرب يسوع أمين. عشان اقدر بروح اقول ان الرب يسوع هو رب لمجد الله الاب نطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا يمكنك دعم قناة الكارما عبر الإنترنت على www.alkarmatv.com ثم الضغط على إدعم قناة الكارما وقم باختيار بطاقة الائتمان كما يمكنك اختيار هذه التقديمة إن كانت شهرية أو مرة واحدة ثم ضع المبلغ واضغط Next ثم قم بملء بياناتك الشخصية واضغط Next تأكد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها سليمة ثم اضغط نكتب. ثم قم بملء بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك واضغط دونيشن جميع التقديمات إلى قناة كارما معفاة من الضرائب. شكرا لدعمك لقناة كارما. متابعي اهلا بكم مره ثانيه بعد الفاصل عشان نكمل موضوع مهم جدا لحياتنا اليوميه حياتنا المسيحيه الحياه الرب يسوع جه علشان يمتعنا بيها هي الحياه الممتلئه بالروح القدس الحقيقه جالنا طلبتين صلاه اثناء الفاصل صلاه من اجل ليلى اخت ليلى عندها فحوصات للرحم وكمان انها بتصلي انها تكون الفحوصات نورمال ومعانا الاخ عيسى على التليفون انا بفكر احبائي المشاهدين ان التليفونات مفتوحه في الجزء ده من الحلقه اي حد عنده البصلة لشخصية شخصيه هنكون بنصلي ليها اخر الحلقه اي حد عنده عايز يتكلم في موضوع الامتلاء بروح القدس حياه القوه بروح القدس شخص روح القدس اهلا بيك نحب نسمع مشاركتك ونصلي مع حضرتك وحضرتك ومعانا الاخ عيسى اهلا بيك اتفضل انت على الهوا الو الو مرحبا اهلا بيك يا اخ عيسى اتفضل خليك شكرا لك ولضيفنا ضيفنا العزيز القس عصام حداد أهلاً, اهلا فيك اخوي انا عيسى طاشمان خير. اهلا اخوي عيسى فيك بس بدي اسالك هلا شو في فرق بين الروح القدس اللي بالمؤمنين والضمير اللي مش بالمؤمنين يعني ايوه وصل سؤال حضرتك يا اخي عيسى عندك سؤال تاني؟ ماتي للاخ عصام القصير عصام البركه دائما احنا بنتبارك فيه شكرا جدا جدا, جداً شكرا يا اخ عيسى ربنا يباركك وحياه سؤال حلو قوي وسؤال عملي جدا ايه الفرق بين الروح القدس في المؤمنين والضمير الانساني اللي في غير المؤمنين الاثنين بيبكتوا يعني حد يقول ضميري بكتني يعني ايه الفرق هو الضمير موجود في شخص المؤمن او غير المؤمن وفي في اغلب الاحيان بيكون الضمير عند الشخص الغير مؤمن يعني قليل لما نشوف في واحد عنده ضمير صاحي يعني الصوت اللي بيكلمهم في داخلهم بيكون صوت صاحي وراسا بتغيروا مع هذا الصوت لكن روح الله لما بتكلم بيختلف عن الضمير روح الله ممكن بيرشدنا وبيقودنا مش بس مجرد ببكت لكن مع التبكيت بيعطي الارشاد بيعطيك الحل لما بتعمل شيء غلط لما ببكتك ببكتك مش لانه عيب او لانه حتى ما تزعل فلان لكن ببكتك لحياتك الروحيه فالهدف من تبكيت روح الله هو بناءك انت الروحي الضمير ممكن يكون لامور انت تعودت عليها او لامور اجتماعيه او لامور تراديشن انت تربيت فيها او اجتماع او الـ 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 البيئة اللي أنت عايش فيها، أي شيء ضد هذه البيئة، فالضمير ببكتك أنه هذا الشيء ضد هذه البيئة أو ضد هذه العادات أو ضد هذه التقاليد، لكن لما روح الله ببكت، روح الله دائما ببكت لهدف لأنه بشوفك ماشي في الطريق الغلط وعايزك ترجع للطريق الصحيح، فبيرجعك إلى الطريق الصحيح وبيعطيك دائما الحل، فهذا الفرق بين روح الله وبين الضمير فروح الله بهمه الامور الروحيه فيك، بهمه انك آه تمشي بحسب كلمه الله. الضمير ممكن يقول لك عن 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 الاشياء الاجتماعيه، العادات والتقاليد، لكن روح الله بيقول لك عن الامور اللي ضد كلمه الله اللي احنا المفروض نسلك بحسب كلمه الله فيها. هذا الفرق بين الاثنين، جزاء كمان نقدر نقول الضمير موجود في كل البشر، يعني أيوة. ده جزء من النفس ان الله ارسل صوته في في الانسان بصفه عامه اللي يخليه يعرف ان في خالق وان في اله وانه محتاج يتواصل مع الاله ده لكن الانسان كمان بالسقوط بقى ضميره موسوم ضميره زي يعني باظ يعني كتاب في ناس ضمائرهم بالظبط موسوم ضمائرهم كمان يقول ضمير شرير في ساعات الناس اللي احنا بنحس ما عندهمش ادميه ما عندهمش ضمير فين ضميرهم؟ يعني حتى بيحصل دلوقتي في العنف والقتل والاغتصاب و... وكل ده، فين ضمائر الناس دي؟ ضمير بقى ضمير ميت، ضمير شرير، ضمير موسوم لكن الانسان المولود من الله الروح القدس بي... بيشهد بيتعامل مع ضميره، يعني لما يقول انه اقول الصدق في المسيح أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس. الروح القدس بيشهد لارواحنا بيشهد لضمائرنا فبيبقى فيه كمان يعني الضمير موجود في كل البشر لكن روح القدس يسكن فقط في المؤمنين اللي واخدين حياة من المسيح أمين, أمين. بحب أضيف شغلة أنا باعتقاد كتير مهمة كل عمل يعمل بدون رحمة هو عمل شيطاني كل عمل يعمل بدون رحمة هو عمل شيطاني ممكن نسمي هذا الإنسان ما عندهش ضمير أبدا تقدر تسمي هذا الكلام لكن بيكون مدفوع بقوة شيطانية لما بتشوف إنسان بياخد حياة إنسان آخر بريء بدون أي مبرر هذا عمل شيطاني هذا مش عمل إنساني لما يعمل أعمال عنيفة ضد كائن حي آخر ضد كلمة الله هذا عمل شيطاني بحت فهذا الإنسان محتاج إلى تحرير لكن لما روح الله ببكت روح الله دائما برشدنا إلى ملء الحق برشدنا حتى نسلك في الطريق الصحيح برشدنا حتى نكون في علاقة كاملة معه الهدف من تبكيت روح الله يا أخوي عيسى باستمرار وانت عارف هذا الكلام كويس الهدف من تبكيت روح الله انه يخلي علاقتنا معه قوية ومتينة ومش مهزوزة أبدا والقناة بيننا وبينه دائما مفتوحة هذا هدف تبكيت روح الله في حياة الإنسان أمين أمين معانا تليفون أوه. اه طلبة صلاه انا اسفه طلبة صلاه اسيس عصام في واحده اخت طلبه من اجل اسرتها بنت الرب من اجل اسرتها انهم يمتلئوا بالروح القدس ويكون في شفاء للجسد آه، احنا هنكون بنصلي لك من آه، اجلك ومن اجل امتلاء بالروح انت وعائلتك وشفاء آه، في اخر الحلقه آه، بنت الرب مش هننساكي آه، هنكمل كلامنا عن الروح القدس، أساس أساس كنت بتقول المسحه ايوه الروح القدس بيمسحنا مش آه لمجرد يعني فور ذا سيك اوف يعني مش لمجرد نبقى ناس كده اقوياء وحلوين لكن لما الروح القدس بيمسحنا لاداء خدمه لبنيان الجسد من اجل بنيان الكنيسه ان كل عمل ربنا بيديهولنا سواء مواهب الروح القدس ثمر الروح القدس الامتلاء بالروح القدس مش بس علشان احنا يعني نكون عندنا بقى احنا من الناس ممتلئين لا علشان نخدم الاخرين علشان الرب يعمل بينا بنكونش بس لهدف نفسنا لكن لاخرين يعني هنا شفنا في اشعياء 61 روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاعصب منكسر, منكسر. القلوب لأنادي المسبين بالعتق والمأسورين بالإطلاق وكمان يسوع قال والعمي بالبصر يعني حتى في شفاء جسدي العمي مش بس العمي روحيا لكن كمان العمي جسديا رب يسوع جه وعمل معجزات ما اتعملتش ابدا لم يسمع قط ان رب حد فتح عيني اعمى فكنا عايزين نتكلم عن المعجزات الخلاقه المعجزات الفوق الطبيعيه الروح القدس بيعملها خلينا نرجع بس خطوة بسيطة لورا المسبيين هم الناس اللي سلبت ارادتهم وأخذوا إلى مخيم العدو فبعاد عن الرب كل البعد فالروح القدس يقدر يجيبهم ما فيش شخص صعب على روح الله المأسورين هم الش... الأشخاص الموجودين في السجن مش قادرين ينطلقوا يعني ممكن تكون عايشة في بيتك لكن مأسورة ممكن تكون عايشة في الكنيسة وبتحضر الاجتماعات لكن مأسورة مم. ومقيده ومش قادر تنطلقي في حياتك ولا قادره تخدم الرب بكل بكل حريه، ليه؟ لانك مقيد في قيود أيه. على هذا الانسان، ممكن مم. تحت اعمال سحريه الانسان مقيد، ممكن تحت حجب، تحت شعوذه، هذا الانسان مقيد. ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا. فمحتاجين للرب يسوع بقوه الروح القدس حتى يحرر هذه النفس. فشوفي كيف الاب عن طريق الكلمه الابن هو المحرر لكن القوة الفعالة في التحرير هو الروح القدس, القدس. وعمرنا ما بنقول هي الروح القدس لأنه هو, هو لأنه هو الله ناو إذا كان مسبي أو إن كان مأسور كلتا الحالتين الإنسان ما فيش عنده الحرية حتى يعمل فروح الله هو اللي بحرر ناو بالنسبة للعجائب الخلاقة مم. العمي في البصر سنة الخمسة 75 تقريبا شوف دوكيومنتري فيلم وثائقي عن الانتعاش اللي حصل في اندونيسيا سنه 69 <applause> حصل انتعاش في اندونيسيا سنه 69 يعني الملايين جوا للمسيح <applause> شفت في هذا الانتعاش طلعوا موتى من الثلاجات وصلى عليهم كان يقوموا الموتى <applause> وشفت ناس العمي اللي, اللي ما فيش عين ما في ساكت ما في ما فيش عين وهم بيصلوا عليهم تشوفي بالتصوير قدامك وتشوفي العين تتكون واشخاص بسيطين يعني مش اشخاص ما فيش خدع سينمائيه تقولي هي خدع سينمائيه اتس دوكيومنتري فيلم وثائقي بس ورجوا كيف عمل عمل روح الله في الشفاء اللي ما عندوش عين تلاقي روح الله يشكل عين وتشوفي بتتشكل قدامك شفت واحد كان رجله مقطوعه وهم بيصلوا معاه تماما وكانه شخص بنفخ في الرجل وطولت الرجل المقطوعه واكتملت فروح الله بيعمل عجائب خلاقه لان نحن مش بنشوف هذا العمل كل يوم لما بنسمع عن هيك عمل بتلاقي انفسنا بعض الاحيان نتساءل هل ترى هذا صحيح او مش صحيح لكن هذا عمل روح الله الكتاب المقدس بورجينا الرب يسوع نفسه عمل هذه الاعمال مم. الشخص الاعمى منذ ولادته الرب شفع رد له البصر صار يشوف الشخص المفلوج مقعد من بطن امه الرب اعاد له الحركه من جديد واعاد الاعصاب في سفر حسقيال اخذ اخذ حسقيال الرب على على بقعه مليانه عظام ناشفه قال لها اتحيا هذه العظام؟ قال له يا سيد انت تعلم قال له تنبا, تنبأ على تنبأ. هذه العظام لما ابتدأ حسقيال يتنبا على هذه العظام اول شيء حصل رعش رعش في العظام ثاني شيء تقاربت العظام وحده ل على بعضها وبعدين ابتدأ يكتسي باللحم بعدين العصب بعدين الجلد وبالاخير قال له انفخ عليهم لما نفخ روح روح حب يا روح لما هب الروح عليهم وامتلأوا هذا عمل روح الله اللي احيا العظام العظام الميتة الناشفه جدا عم. فروح الله ما فيش اي مرض يعصر عليه ما فيش اي مرض يصعب على روح الله عم. ما فيش اي معجزه تصعب على روح الله هو العامل الله قادر على كل شيء يسوع المسيح هو هو امس واليوم وإلى, واليوم, واليوم والى الابد والله لا يتغير في اللي بيعمل معجزات في الماضي يعمل في الحاضر في مره اخت اجت على الكنيسه من الحد وكان عندها كانسر سرطان في الثدي وكان المفروض تعمل عمليه يوم الثلاث اللي بعد يوم الحد بعد بيومين و طلبت صلاه فصلينا معها الرب شفاها وابتدت تشكره بشكرك يا رب على الشفاء اشكر على الشفاء يوم الثلاث راحت العمليه لما راحت العمليه استأصلوا الثدي بعد ما استأصلوا الثدي اخذوا عينه منه للفحص وجدوا انه ما فيش عي... ما فيش اي نوع اي اثر للسرطان للسرطان آه. من الم... من المستأصل منها مرات كثير الرب يعمل العمل لكن ضعف ايماننا م. ما بنثقش انه الرب عمل هذا العمل وبنمشي بحسب راي الاكثريه. لكن الايمان ان نرى ما لا يراه الاخرين، ان نؤمن بلا بما لا يؤمن به الاخرين. نؤمن بكلمه الله الثابته التي لا تتغير ابدا. هذا هو الايمان. اللي قاله الرب انا اتمسك فيه. السماء والارض تزولان، لكن كلامه لا يزول ابدا. لا, لا لا تسقط ولا اي كلمه من من كلمه الله. الكل بيتم بحذافير لانه هو اللي وعد هو صادق وامين فاذا هو اللي بيعمل عجائب الخلق هو اللي بيشفي هللويا معانا تليفون الاخت اماني من كاليفورنيا اهلا بيكي الو مرحبا اهلا يا اماني تفضلي مساء الخير تفضلي كيفك ازيك اهلا بحضرتك كيف عصام تفضلي تفضلي تفضل يا اختي مرحبا كيفك اهلا يا اختي أه بدي اطلب منك صلاه لاولادي وجوزي وبدي اطلب من منك صلاه صدق هي طلبت مني اخت مصريه اسمها مارغريت حادث عندها عمليه 27 الشهر عندها كانسر بالبنكرياس فطلبت مني اطلب منك صلاه خاصه لها امين ربنا أم. يبارك يعطيك الصحه الله يسلمك يسلم يا اختي بنصلي لمارغريت باسم الرب يسوع امين في اسم يسوع نصلي باجل مارغريت في اخر الحلقة يا اخت اماني ربنا يباركك وثانك على مكالمتك امين قبل تقريبا حوالي ثلاث شهور كان في شخص برضه عنده كانسر في في الرئات اي ثينك شهدت عن هذا الموضوع والرب شفاه شفاء كامل هللويا في شيء صعب على الرب لا يصعب عليه امر ابدا هللويا <applause> <applause> انا الرب شفاني كثير يا سيسا انا سمعت اختباراتك <applause> برضه عندك اختبارات كثيره نشكر رب صالح بجد آه. ربنا بيشفي وبيغير وبيعمل معجزات حقيقية كل يوم آه. كل يوم امين أم نكمل المقصورين بالاطلاق وانادي بسنة مقبولة للرب هللويا يمكن ساعات بننبهر بالمعجزات شفاء الجسد لكن اعظم معجزة على الاطلاق هي معجزة الولادة من فوق هو ان الله يقبلك لما يقول التفتوا الي واخلصوا يا جميع, جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر امين لما الرب يسوع يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم دي اعظم معجزه انك يعني تبقى انسان خاطي مكبل بالقيود عبد الخطيه مستعبد لشهوات لكن الرب يحررك ويفكك ويأسرك أمين. كل اسرك يروح امين ربي يولدك من جديد وتصير خليقه جديده لك الليل. طبيعه الهيه يسكن فيك الروح القدس دي اعظم معجزه على الاطلاق م. والنهارده انت مدعو انك تحصل في حياتك المعجزه دي يمكن ناس كتير بتصلي من اجل امراض جسديه وحتى لو شفيوا لكن في يوم من الايام كلنا هنروح للسماء هنروح للجحيم هنروح حته بعد الموت أنت رايح فين وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد, ثم الدين. بعد ذلك الدينونة دينونة. مش المهم شفاء الجسد لكن المهم الولادة من فوق رب يسوع قال لي قديموس كده ينبغي أن تولدوا من فوق مم. يمكن قديموس جاي يقول لرب يسوع أنت معلم صالح أنت عندك أراء حلوة لكن الرب زي إيه يعني اختصر, اختصر الطريق, الطريق. الطريق ده الهدف اللي أنا جاي أمين. علشانه أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل ده الهدف من مجيه رب إن أنت تاخد حياة ما تخليش الحلقة دي تعدي النهارده لو أنت مش مختبر قوة الروح القدس لو أنت مش مختبر حتى لو كنت سلمت حياتك للرب لكن فيش جواك الفرح السلام المحبة الثمر الروح واضح في حياتك أنت محتاج النهارده تيجي واعترف يا رب إملاني بالروح لو أنت النهارده شخص بعيد عن الرب تعالى النهارده قول رب استلم حياتي اولدني من فوق تاسع عصام يا ريت نصلي دلوقتي مع ناس لوحات ما فيش تليفونات لكن الناس النهارده بيشوفونا على شاشات محتاجين يتولدوا من فوق محتاجين يتحرروا من العبوديه من الاسر ينطلقوا النهارده لحريه اولاد الله امين انت عارف آم الرب يسأل اما انا فقد اتيت لكي تكون لهم حياه وليكون لهم أفضل. افضل الحياه اللي انت عايشها في التعب اللي انت عايش فيه المراره اللي عايش فيها الحزن والكاب اللي عايش فيه تعب نفسي والتعب النفسي اساسه هو التعب الروحي يمكن تكون مؤمن سلم حياتك للرب لكن تعبان روحيا تعبان نفسيا فشلان بتمر في احباط نفسي مخيف. الرب موجود بالروح القدس حتى يحييك من جديد. مكتوب داود قال: الا تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك. الله قريب من الذين يطلبونه، الذين يطلبونه بالحق. ما دام انت تطلب الرب، الرب قريب منك. متى سبعة سبعة بقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم اليوم هو يوم خاص في حياتك اليوم هو اليوم اللي فيه تولد انت من جديد والرب يفتح معك صفحة جديدة وينهي كل الماضي ويغفر كل خطايا الماضي انا عارف انه روح الرب يتكلم معك الان الرب يريد ان يغفر جميع خطاياك ويطرحها في بحر النسيان ولا يعود يذكرها فيما بعد كل ما بتحتاج تعمله انك تتقدم للرب بتوبه صادقه قل يا رب انا بتوب عن كل خطاياي صلي معي هذه الصلاه صلي معي هذه الصلاه يمكن جربت كل شيء في حياتك ما خلت شيء ما جربته لكن اليوم انا ادعوك باسم الرب يسوع انك تجرب هذه الطريقة تعال الى الرب من كل قلبك تعال بتوبة صادقة امام الله تعال قل له يا رب انا بتوب عن كل خطاياي سامحني عن كل خطية ارتكبتها عن كل عمل غلط عملته في حياتي باسم الرب يسوع المسيح شايف في شخص عنده على وشك الطلاق وعدو الخير عم بحاول يدمر بيتك دمر علاقتك مع زوجتك دمر علاقتك مع أولادك والآن بحاول يدمر علاقتك مع الله الله سهران عليك والرب اليوم بناديك باسمك تعال تعال من كل قلبك وأنا أصلح كل الأمور وأغير كل الأمور لمصلحتك أنت لكن تعال بالأول وتوب واعترف بكل خطاياك صل معي باسم الرب يسوع المسيح غمض عينك احنى راسك معي وصلي قل له يا رب انا بتوب عن كل خطاياي عن كل خطيه عن كل خطيه عملتها ضدك يا رب وضد كلامك يا رب وضد شريعتك يا رب واطلب منك انك تغسلني بدمك وتطهرني من كل خطيه سامحني يا رب على كل خطيه عملتها في اسم الرب يسوع المسيح ادخل الى قلبي غيرني اليوم يا رب اولدني من جديد يا رب اسكن في قلبي بالروح القدس يا رب أنا بعترف بيك ربي وإلهي وأعترف أنك مت على الصليب علشاني وأعترف أنك قمت في اليوم الثالث وأنك حي اكتب اسمي يا رب اليوم في سفر الحياة وساعدني أعيش لك كل عمري يا رب باسم الرب يسوع أنا برحب فيك في قلبي وفي حياتي. غيرني اليوم يا رب. عالجني اليوم يا رب. إشفي نفسي إشفي روحي إشفي قلبي يا رب. إشفي جسدي باسم الرب يسوع المسيح. أنا بطلب انك تلمسني بروحك القدوس وتغيرني باسم الرب يسوع المسيح، وأنا بطلب منك تملأني بروحك اليوم يا رب. مكتوب انك تعطي الروح القدس للذين يسالونه. وتعطي الروح القدس للذين يطيعونه. وانا اليوم يا رب انا بطيعك في التوبه والرجوع اليك. وانا بطيعك بالسؤال يا رب وانا بطلب روحك القدوس يملئني ويتملك علي. بطلب تملئني بروحك القدوس، املا قلبي، املا كياني، املا افكاري بروحك القدوس. انت اللي قلت الذي يؤمن بي تجري من بطنه أنهار. انهار ماء حي يا رب بطلب منك اليوم تملاني بالروح القدس ويفيض فيا روحك القدوس كنهر ماء حي باسم الرب يسوع المسيح بعترف بيك ربي ومخلص امين واعطيك كل مجد وكرامه في اسم الرب يسوع المسيح امين امين امين, أمين بصلي من كل قلبي تكون الحلقة دي ليها ثمر غير عادي ان كل واحد وكل واحدة بيتفرج علينا النهارده انه فعلا ما تكونش حلقة مجرد بتسمعها بتفرج عليها لكن تكون بتدعو الرب بكل قلبك بكل اخلاص. معانا الاخت جوليات من نيوزيلندا اهلا بحضرتك. اخت جوليات من فضلك واتي تلفزيون واسمعينا من التليفون. الو انتي على الهوا. الو سلام مسيح معكم. اهلا بحضرتك اتفضلي والله انا كنت طالبه طلبت تسال على بيتي بليز وانا شويه مريضه اريد اخ صلاه بليز حاضر عندك طلب محدد يا اخ جولييت؟ طلب محدد لاولادي يقول لي انا يعني مريضه يعني حاضر هنبقى بنصلي من حضرتك في اخر الحلقه خليكي معانا تابعي الحلقه شكرا على مكالمتك معانا الاخت احسان من كاليفورنيا اهلا بيكي اخت احسان ايوه اتفضلي انت على الهواء مرحبا بيكي اهلا بيكي اتفضلي الحمد لله سيدي اهلا بيك اهلا فيكي اختي سيس عصام انا معاي موعد يوم 4 ديسمبر ان شاء الله عشان السيتيزن لو ان ليها بتاع سنتين انا يعني مش متحصلة عليها فانا اطلب يكون ربنا اراد اليوم ده وتصلي لي تطلب لي اني ربنا يفك القيود ويفك كل شيء ويسهل الامور امين يا رب امين امين باسم الرب يسوع المسيح امين امين يا رب سيس عصام نكمل عن الروح القدس حللوي. نفسي كمان نبتدي نتكلم عن الفرق بين حلول الروح القدس في العهد القديم لما كان بيحل على شخص يعني الرب بيستخدمه لاداء حاجة معينة وبين سكنة الروح القدس في العهد الجديد يعني عايزين نعرف الفرق بين الحلول والسكنة روح الله في العهد القديم كان يحل حلول مؤقت على أشخاص لكن مش بشكل دائم مثلا في النبوة كان يحل عليه روح الرب فيتنبأ زي ما حكينا بالنسبة لشاول قال له الصمير فيحل عليك روح الرب فتتنبأ وتتحول إلى رجل آخر, آخر. في العهد القديم كان يحل حلول خارجي فيتنبأ هذا الإنسان وفي هناك بيصير طفق نبوي في, في, في الإنسان في العهد الجديد بخ... الأمر مختلف كلياً. ليه؟ ال... 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 اللي كان ناقص في العهد القديم هو الولادة الجديدة. في الولادة الجديدة يتغير الإنسان من الداخل، يولد ولادة من جديد، بعمل روح الله القدوس، ولما عم... ولما روح الله يغير هذا الإنسان بالكامل بيسكن فيه، لما بيسكن فيه روح الله بيختلف عن الحلول, الحلول الخارجي فاذا الموضوع مش شيء مؤقت اصبح شيء دائم. دائم, والرب اعطانا حل رائع جدا بدل ما يكون الحلول مؤقت اصبح الحلول بشكل مستمر ناو no. في شيء مختلف برضه في العهد الجديد وهذا مش يعني قليل ما بنشوفه في العهد القديم اللي هو طفق انهار ماء الحي السمريه عند النهر عند ال عند البئر لما كان أه لما الرب يسوع اجى حتى يستقي مم. منها في انجيل يوحنا طلب منها ماء قالت له كيف تطلب مني لتستقي فأنت وانت فأنت يهودي وانا امراه سامريه ونحن مم. نعلم ان اليهود لا يعاملون السامريين قالها لو علمتي اللي بيطلب منك لطلبتي انت منه فاعطاك ماء محياً. حيا من رموز الروح القدس الماء الماء, الماء. الزيت الماء الحمامة مم. هدول ثلاث رموز والنار هم أربع رموز بيرمزوا للروح القدس. القدس فالماء يرمز إلى روح الله لو علمت أنت مين بطلب منك لو طلبت أنت منه فأعطاك ماء حي ولاحظ دائما هو مش بس ماء لكن ماء حي ليه مم. لأنه بيعطي حياة لنا بحس خيال بقول ويحيا وي 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 كل, كل ما يأتي النهر, النهر إليه فإذا في المكان اللي بيحصل فيه هناك تدفق في المياه بتحصل هناك حياة حيات. هو ابتدأ العمل التجديد في الداخل لكن محتاجين إلى الملء المستمر زي ما حكينا لا تسكروا بالخمر الذي به الخلاعة لكن امتلئوا فعل مضارع بروح مضارع مستمر عملية امتلاء بشكل مستمر ليه؟ لأنه هذا النهر لازم يكون في شكل مستمر تدفق مستمر فعملية الامتلاء بشكل يومي عن طريق قراءة الكتاب المقدس عن طريق الصلاة عن طريق الطلبة لأنه يعطي الروح القدس للذين يسألونه, يسألونه. وبرضو أيضا الامتلاء من الروح القدس عن طريق الطاعة لأن الطاعة أفضل من الذبيحة ويعطي الروح القدس للذين يطيعونه <applause> فإذا في هناك إن الطلب وفي هناك أيضا الطاعة للوصية الكتابية لكلمة الله فمحتاجين إلى الملء المستمر من مستمر وكل ما اخذنا من 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 روح الله كل ما امتلانا اكثر من روح الله كل ما الرب استخدمنا اكثر المهم في هذه العمليه دكتور الزات هو التصريف الخدمه لما ما نبقاش زي مستنقع او زي البحر الميت لكن نكون قناه بتنقل الحضور الالهي ده او بتنقل الفيضان او معاملات الروح القدس للاخرين بالظبط ما نقدرش نكون مستنقع ما نقدرش نحصل بس على البرك يعني نروح الكنيسة نأخذ البرك ونتمسك منخليها. فيها ما ينفعش الملء ما يشتغلش بهالطريقة ما ينفعش بهالطريقة الملء من له يعطى ويزاد يعني لما بنبتدي نتاجر بالوزنات ونستخدم الحاجات اللي ربنا بيعرينها لينا كل مواهب الروح القدس كل عطايا الروح القدس كل ثمر الروح القدس لما بنبتدي نمارسه في حياتنا مع الآخرين لأجل الخدمة ولاجل البنيان يعني بنيان القديسين، بنيان الكنيسه، اخواتنا أمين. في كل ده ربنا بيذكر يعني الكتاب يقول ان المروي هو, هو ايضا يروى. أمين. لو انت ما ابتديتش تروي الاخرين ربنا هيديك حاجه تعمل بيها ايه؟ الملء مهم جدا في حياتنا ما نقدرش نعيش بدون الملء. لما بيقول لي شخص بتصل فيه شخص بيقول لي مثلا انا تعبان روحيا اول م. سؤال بساله تقرأ الكتاب المقدس؟ بيقول لي لا. تحضر اجتماعات؟ لا. بتصلي؟ لا. بالشركه مع المؤمنين؟ لا. بتخدم؟ بتبشر؟ لا. طب ما هو وصائة النعم إن الخمس انحرم منها. طب كيف روح الله راح يعمل في حياه هذا الانسان؟ فاللي بيحصل في هذه الايام انه عدو الخير جاي بمهمه انه يشل عملنا ويخلينا ما نقراش كلمه الله، لما تقرأش كلمه الله بتضعفي. لما مش بتصلي علاقتك مع الرب بتضعف. لما مش اجتماعات الكتاب بيقول غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عاده عدم حضور الاجتماعات بسبب ضعف مخيف في حياه المؤمن الشهاده الخدمه التبشير بيولد شيء غير عادي في حياه الانسان غير على عمل لما الرب يسوع دخل خي الهيكل لانه مكتوب غيره بيتك فين الغيره؟ طب ما انت لما تركت كل وسائط النعم الخمسه وتركت روح الله تتوقع انك انت تكون بنفس القوة ما بتحصلش فحتى احصل على على قوة الروح القدس لازم امتلئ من روح القدس القدس والامتلاء بيصير بشكل يومي مستمر. بشكل مستمر you know? امين معنا التليفون معنا ناديه من تنسي اهلا بيكي يا ناديه تفضلي مساء الخير يا دكتوره مساء النور يا حبيبتي تفضلي حضرتك كيف نشكر رب مساء الخير يا استاذ مساء الخير اخت نادية اخبار حضرتك يا نشكر يسوع يا اختي نشكر رب طيب انا عايزه اتكلم مع حضرتك يا لو سمحت تفضلي هو انا علي حروب من عدو الخير لا قادرة اقرا في الكتاب ولا قادرة اروح حتى بروح التنزي زي ما ادخل زي ما اطلع مش زي الاول يعني علي ضغوط فارجوك صلي معايا على التلفزيون الوقتي ارجوك يعني علاقتي بربنا مش زي الاول اوكي اخت انا حتى كتابي اساس عصام ما بقدرش حتى ما ده يعني عدو الخير بيخليني بصح دايما على طول ما, ما يعني حاسه ان انا فشلت في كل حاجه ويقول لي ان انت فاشله انت مش هتنفع ربنا مش هيقبل طبعا انت خلاص ما فيش امل ما فيش رجوع ادوني ثلاث ايام لا بقدر اكل ولا بقدر اشرب ونفسي مهزوزه وخلاص أنا حاسة كده أن أنا طلبت مع ربنا فشلت هو طبعا يا أخت نادي هو شيء عادي اللي أنت بتمر فيه شيء عادي مش غير عادي لأنه هو أرسل لك روح الفشل بعث لك روح الفشل وهذه الطريقة اللي بتعامل فيها مع المؤمنين بحط في قلب الإنسان المؤمن فشل والشعور بالنقص والشعور بعدم الاكتفاء والشعور بالاكتفاء الروحي مش محتاج تقرا الكلمه. وعدم الرغبه في حضور الاجتماعات. ما ينفعش اضل اقول انا مش قادر اقرا الكتاب، مش قادر احضر الاجتماعات، لازم تاخدي خطوه. لازم تاخدي خطوه. يعني تصوري واحد دخل عندك على البيت، دق على الباب، فتحت الباب ورمى عندك في 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 البيت قنبله. ضلك واقفه تتفرجي على القنبله؟ ما تقدريش. ليه؟ لازم تهرب من البيت، ليه؟ لما القنبلة بتنفجر انت تموتي فما اقدرش اقبل مش مفروض اني انا اقبل بروح الفشل، الله لم يعطنا روح الفشل، الله هذا مش من الله هذا من عدو الخير فلما انت تقبلي في هذا العمل، لما انت تقبلي عدم قراءة الكتاب المقدس، لما تقبلي انت عدم حضور الاجتماعات تعرف لو صليت معك اربعة ايام على الخط مش حينفع، ليه؟ لانك انت متمسكة في الفشل لازم ترفض الفشل أنا بكلم مش بس الأخت نادية بكلم كل شخص اليوم بيسمعنا لازم ترفض روح الفشل وروح اليأس اسمي اسمي. باسم الرب يسوع المسيح أصلي معك هلأ وكل شخص معنا اليوم عنده نفس الروح روح الكآبة وروح الفشل روح عدم الرغبة في قراءة الكتاب المقدس أو حضور الاجتماعات اليوم باسم الرب يسوع المسيح صمم من كل قلبك اليوم صمم من كل قلبك قل يا رب انا بتوب لاني تركتك تركت الاجتماعات تركت الكتاب تركت الصلاة تركت الشركة مع الاخوة تركت الخدمة تركتك كليا سامحني لاني تركتك اليوم صلي كل واحد فيكم يصلي كل واحد بيسمعنا اليوم يصلي قل يا رب سامحني لاني تراجعت في قراءة الكتاب وبطلت اقرا الكتاب بطلت احضر الكنيسه ولا احضر الاجتماعات ولا اقرا ابدا سامحني باسم الرب يسوع المسيح انا برفض روح الفشل صلي قول هذه الكلمات انا برفض روح الفشل وارفض روح الاحباط النفسي وارفض روح عدم الذهاب للكنيسه وحضور الاجتماعات برفض هذه الارواح بجملتها باسم الرب يسوع المسيح وانا برحب فيك يا روح الله تتملك علي وتملأني وتفيد من خلالي بالروح القدس باسم الرب يسوع المسيح بطلب منك يا روح الله تملأني بروح الفرح والنعمة باسم الرب يسوع المسيح وانا من اليوم يا رب بوعدك ان اليوم ابدأ اقرأ الكتاب المقدس بشكل منتظم باسم الرب يسوع المسيح، وأول يوم أول فرصة بصير في اجتماع، يا رب أنا اليوم بوعدك أروح أحضر الاجتماع بدون أي تراجع باسم الرب يسوع المسيح الناصري. أمين يا إلهنا الصالح برفع أمامك كل شخص اليوم أخذ هذا القرار إنك أنت تبنيه روحياً وتشجعه يا سيد الرب وتساعده يا سيد الرب حتى ينتصر على روح الفشل وروح الإحباط النفسي. باسم الرب يسوع المسيح الناصري امين 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 مش أمين. معقول يعني وكمان الناس في حاسه في ناس عندها احساس بعدم القيمه مم. they're like لايك ما, ما لهمش اي قيمه ودي كذبه بشعه من ابليس لان الرب يعني شايف فيك حاجه عظيمه جدا رب بيحبنا يعني شايف اغلى حاجه هو الانسان الرب بيحبك الرب بيقدرك الرب شايف فيك حاجه حلوه جدا لكن ابليس علشان بيكرهك عايزك تحس ان انت بلا قيمه ان انت انسان ملكش اي هدف وليك اي قيمه وليك اي وزن لكن الرب بيقول لك النهارده انه عنده خطه رائعه لحياتك أمين. رب عنده هدف وعنده ماموريه وعنده افكار وخطه، الكتاب يقول قد لاني قد علمت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب، تعالى النهارده للرب قول يا رب انا عايز اعرفك، عايز اعرف خطتك لحياتي، عايز اعرف دعوتك ليا، عايز اعرف يا رب انت ليه خلقتني مش علشان اتعذب واتمرر في العالم واكل واشرب وادي مهمه زي بقيه الناس واموت، لكن يا رب انت ليك هدف عظيم جدا من حياتي، تعالى النهارده واكتشف قيمتك عند الرب واكتشف غلاوتك عند الرب واكتشف محبه الرب ليك امين امين دكتوره سلاح دائما بيستخدمه الشيطان وسلاح فعال وحقيقه قوي وفعال سلاح الكذب مم. الرب بيحكي لنا عنه انه هو كذاب وابو أبو الكذاب اوكي بيكذب علينا بيقولنا انك انت مالكش اي قيمه مالكش اي اهميه انت لو مت ما حدش بيسال فيك انت انسان مالكش اي اي اعتبار مم. هذا كذبه لانه انا في عين الرب لو انا الوحيد على وجه الكره الارضيه كان الرب يسوع مات على الصليب عشان. لاجلي انا لوحدي الذي احبني واسلم نفسه لاجلي هو ده الاختبار اللي ربنا عايز يمتعك بيه النهارده انه يحبك انت امين, أمين. وقال التلاميذ قال لهم قال لهم ليس لاحد حب اعظم جدا. من هذا ان يضع احد نفسه لاجل لا انتم احبائي <applause> أنتم أحبائي فسلاح الكذب دايما بيستخدمه حتى يفشلنا ألا أنا مش فشلان أنا بالفترة حاربني في, في في الإحباط النفسي وابتديت لفترة بسيطة لكن بعدين انتبهت له أنت رايح فين فين موديني أنا مش محبط نفسيا أنا مش محبط نفسيا أنا فرحان في الرب وافتكرت بعد الرب اللي بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقوله أيضا افرحوا لا تحزن فرح الرب هو قوتكم يعني ايليا لما هرب من وجه ايزابل راح للبريه مسافه 40 يوم وقعد عند عند النهر والغربان بتعوله وقال له الرب انت رايح فين؟ انت مش ده مكانك ولا يعني ال ال عند النهر مش مكانك مكانك ترجع وتمسح عزاييل وتمسح فلان وتمسح فلان عملك لازم ترجع تعمل عملك ما تتركش مكانك وانت يلي بحاربك روح الفشل وروح اليأس وعدم الرغبة في قراءة الكتاب وعدم الرغبة في حضور الاجتماعات هذا مش مكانك انت مكانك في بيت الرب اضعف مؤمن اقوى من اقوى شيطان ليه لان الرب اعطاك سلطان ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو لا يضرك شيء بس عارف عصام بحس انه يعني زي ما الكتاب الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدرب. مدربه للتمييز عن الخير من الشر يعني احنا في نمو حياتنا الروحيه ربنا بيدربنا اللي كنت اللي كان بيغلبني زمان واللي كان كنت بصدقه زمان واللي كان بيفشلني الاول كل ما تنمو مع الرب وتخلي علاقتك حيه بإلهك كل يوم ربنا هيدربك هيمرنك هيخليك اللي كنت بتقع وتتكعبل في زمان هتبقى تقدر تميز الشبكه اللي نصبها ليك ابليس زي ما كنت بتقول يمكن من سنتين ثلاثه لو كان جالك الاحباط ده كان استمر معاك مثلا اسبوعين ثلاثه لكن بسبب التمرن ربنا بقى ابتدى تتنبه لأنك لان الكتاب بيقول لاننا لا نجهل افكاره بقيت عارفه الفكر ده المشاعر السلبيه دي الكذب اللي جاي ابليس يكذبوا بيه عليا بقيت قادرة أميز صوت الغريب، صوت إبليس، صوت السارق واللص اللي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. النهارده بدعوك إنك تبتدي تميز صوت الرب اللي بيحبك، اللي عمره ما يفشلك، اللي عمره ما يحسسك بالذنب عشان تفشل، لكن بيخليك تحس بالخطية عشان ترجع وتتوب زي الإبن الضال. رب صوته دايما دايما حتى لو بيبكتك على خطيه علشان ترجع ويمتعك بحبه، ترجع ويمتعك بحياه ابديه، حياه من الأهل الفرح والانتصار والقوه، النهارده تعالى يعني يميز صوت الرب من صوت ابليس، كتاب يقول خرافي تسمع صوتي، خليك ذكي النهارده، خليك النهارده مرمي في حضن ابوك أمين. اللي بيحبك، اللي فاتح لك احضانه ومستنيك عشان يمتعك بالمحبة أمين, أمين. أشعياء الصح عشرة أيوة أخت نادية وكل الإخوة اللي بيمر بنفس الظرف اللي هي بتمر فيه أشعياء الصح عشرة وعدد ستة وعشرين عدد سبعة وعشرين. بقول ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب, بسبب السمانة اوكي okay. عايزك تقول اليوم اليوم يا رب حمل عدو الخير يزول عن كتفي الحمل اللي بحطه على كتفي اليوم يزول والنير اللي حطه على عنقي اليوم يتلف يتلف باسم الرب يسوع المسيح يتلف النير بسبب السمانة السمانة هي المسحة. والمسحه هي الروح حضور روح الله. عليك. شوف في مم. اشعياء ايضا 45 مش عارف ايش اليوم احنا واقفين في اشعياء. اوكي. Okay. عدد مم. واحد يقول: هكذا يقول الرب لمسيحي لكورش الذي امسكت بيمينه لادوس امامه امما واحقاء ملوك احل. عليك. لافتح امامه المصراع امامه المصر عين والأبواب لا تغلق لا تغلق اليوم باسم الرب يسوع المسيح منحل أحقاء آه يا رب في الملوك والرؤساء الرتب فيه. الشيطانية اللي بتكلم عنها في أفسس ستة اليوم منحل هذه الأحقاق باسم الرب يسوع المسيح وعدو الخير اللي جاي في مهمة حتى يدمر حياتك ويقضي على حياتك ويخرب البيت ويخرب الاولاد ويتلف <applause> العمل اللي انت اشتغلت عليه كل عمرك اليوم باسم الرب يسوع المسيح من حل احقائه باسم الرب يسوع ومنبطل مؤامرته باسم الرب يسوع ومنبطل المهمة اللي جاي فيها حتى يدمر حياتك باسم الرب يسوع المسيح الناصري يا الهنا الصالح باتفاق اختي وانا وكل شخص اليوم بسمعنا باسم الرب يسوع المسيح الناصري باتفاق اليوم يا سيد الرب نصلي ونحل أحقاء يا سيد الرب كل روح مرسل من الشيطان حتى يا سيد الرب يدمر كل بيت بسمعنا اليوم <applause> كل شخص اليوم بسمعنا يدمر بيته يدمر حياته يدمر أولاده وعائلته ومحيط عمله باسم الرب يسوع المسيح وابورد ذا ميشن باسم الرب يسوع المسيح نبطل مؤامره عدو الخير باسم الرب يسوع على حياه كل شخص اليوم بيعاني من هذه المشكله باسم, باسم الحي القدوس باسم القديم الايام باسم الرب أمين. يسوع المسيح ابن الله الوحيد هاللوية. امين يا رب هللويا وده اللي بيعمله الروح القدس الروح أمين. القدس في كل مكان في العالم الروح القدس هو الاقنوم الثالث اللي موجود على الارض حاليا حللويا. يمكن الرب يسوع جه من 2000 سنه وتجسد واخد صوره انسان وعاش على الارض يمكن 33 سنه لكن الروح القدس من يوم الخمسين لغايه ما الرب هيجي تاني ياخذ عروسته الروح القدس على الارض ساكن فينا علشان نعمل اعمال الله مش ممكن الرب يستامن يعني بشر من غير قوه روحه من غير سكنه روحه انهم يكملوا عمله الكنيسه هي جسد المسيح اللي على الارض والروح القدس هو الروح المحيي اللي بي يعني بيدب بحياه الله في شعبه في كنيسته علشان نتمم ماموريه الله انا بشجعك وبشجعك ان أمين. عندك قوه نفس قوه الروح القدس اللي اقامت الرب يسوع من الاموات روح القداسة هي نف... هو نفسه ساكن فيك بيعمل اعمال الله يحكي. لو كان عندك اي مشاعر اي هزيمه اي خطيه اي حاجه فقداك القوه النهارده مدعو انك تجدد قوتك مكتوب منتظر الرب يجددون قوه تعال النهارده اتشدد بالرب الهك جدد قوتك بالروح القدس قول يا روح الله املاني يروح الله فيض فيا، يروح الله أنا عايز أجدد مش بس ذهني وحياتي وقوتي وحبي ليك يا رب عشان أمين أكون يا رب. في حياة منتصرة أمين يا رب أمين أمين أمين, أمين يا رب. هللويا مبارك اسم الرب، يعني اليوم روح الله بتحرك في وسطنا، يعني اسمي اسمي. إحنا مش منشوف روح الله لكن منحس فيه. نؤمن بعمله وبقوة عمله، في سفر صموئيل الأول لما تكلم مع صموئيل نداه. تكلم معاه ندى في اسمه بتكلم معاك روح الله بتكلم معاك روح الله يعني اللي بيخليك اللي بيدفعك انك تعيش حياه قداسه هو روح الله اللي بيدفعك انك تقترب من عرش النعمه هو روح الله اللي بيدفعك انك انت تسامح هو روح الله وكثير منا بيكون عايشين في امراض واوجاع في اجسادهم لانه في في حياتهم عدم غفران وروح الله بيشاور على عدم الغفران اللي في حياتك امين روح الرب بحط اصبعه في المكان اللي الغلط اللي في حياتك وبقول لك انت عندك ضعف وهذا الضعف هو عدم الغفران انت مش قادر تسامح فلان لانه اساء اليك وبتلاقي عدم الغفران تماما زي الكانسر زي السرطان بيبدا ياكل في حياتك الروحيه حتى توصل لحاله الموت الروحي والانفصال الكامل عن الله روح الله بتكلم معك وبقول لك حتى تقدر تعيش روحيا حتى تقدر تتقدم للأمام حتى تقدر تكون مثمر في حياتك الروحية لازم تسامح أمين لكم اختبار حصل معي شخص أسائل كتير و... وسمحته وبعد ما سمحته كل ما بتذكر الحادثة ابتدى يبتدي الألم يرجع من جديد وال... والأفكار السلبية ترجع من جديد وأنا أقول له يا رب طب أنا سامحته ليه اللي لسه فيها الرواسب قال لي رب انت محتاج الى شفاء صليت قلت له يا رب اشفيني اشفي روحي اش في نفسي اش في عقل الباطن اش في قلبي اشفي من كل اساءة سببها هذا الانسان شفيني، ابتدى روح الرب يتعامل معي وشفاني روح الله ولما شفاني روح الله شفته في, في 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 مره من المرات صدقوني يا أخوة انه سلمت عليه وكاني يعني اول مره بتعرف عليه ولدت علاقه جديده بيني وبينه ولا كانه اساء لي ابدا ليه بسبب الشفاء اللي الرب عمله في في بعض الاحيان بيكون الدامج او ال الاذيه بتكون عميقه جدا محتاج الى الشفاء مرات بتكون شيء بسيط اللي انت بتسامح فورا وبتنتهي لكن في بعض الاحيان بيكون الاساءه عميقه جدا محتاج الى شفاء روحي من الرب فروح الله هذا عمله انه يشفي عمله انه يسكب بلسانه على القلب المجروح والمكسور ويشفي هذا القلب هذا عمل روح الله فاليوم انا بدعوك انك تطلب من الرب انه يشفيك اولا لانه عدم الغفران بيسبب امراض كثيره واوجاع والام كثيره عدم غفرانك للناس اللي اساءت اليك بتخليك عايش في 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 الم وفي وجع وفي مرض طبعا مش كل الامراض سببها عدم الغفران بس عدم الغفران بيسبب الامراض والاوجاع والالام في جسدك محتاج الى الشفاء روح الله هذا عمل روح الله كل شيء في حياتنا نحن محتاج فيه روح الله تماما زي الشهيق والزفير انا محتاج روح الله في كل عمل في كل صلاه انا محتاج اصلي في الروح في رساله يهوذا بيقول مصلين بالروح اي روح؟ مش روحي انا لكن مصلين بالروح القدس امين صلاه مستمره امين. معانا اسامه من كاليفورنيا اهلا بحضرتك اتفضل عليك. الو الو اهلا اهلا انا بدي ممكن اطلب صلاه منكم تفضلي تفضلي أخت اسماء ما اسمي اسماء بدي صلاة لخي ايوه خي بال هربان من سوريا وهو هلا عايش بلبنان وبده يطلع بده يجي لهون على امريكا او على المانيا بس ما عم بتتعرقل معه ما عم بيعطوه فيزا عم بينصروه صار له اشهر بلبنان. اوكي. كثير عم بيتضايق بقى اذا ممكن تصلوا له لحتى امين شو الله يفتحها. امين شو اسمه اختي؟ اسمه ايه اخوك اخت اسمع؟ مالتا. مالتا. اوكي امين حاضر هنصلي احنا خلاص قربنا نختم الحلقه هنصلي دلوقتي اسس عصام امين هنكون جالنا كمان طلبات صلاه صلاه من اجل بنت الرب اولادها وعائلاتها يعرفوا الرب صلاه من اجل اخوها عنده محكمه صلاه من اجل وفاء عندها سرطان في الثدي صلاه من اجل غبريال الرب يشفيه صلاه من اجل هيام الرب يشفيها أعتقد ان الاخ غبريل عنده لوزو يعني بيج عنده ضيق في التنفس صلاه من اجل بنت الرب هي وعائلتها ان يمتلئوا بالروح القدس وشفاء الجسد صلاه من اجل اولاد صباح يمتلئوا بالروح صلاه من اجل الياس واولاده انه يجددوا عهدهم مع الرب ويمتلئوا بالروح القدس صلاه من اجل فارس فواز وجويس لتكون اراده الرب ومشيئه الرب في زواجهم وصلاة من أجل أخت أسمى في كاليفورنيا أن أخوها متى يقدر يجي أمريكا أو ألمانيا أمين أمين مبارك اسمك يا رب خلينا نصلي مع بعض آه يا رب باسم رب. الرب يسوع الكتاب يعلمنا إن اتفق اثنان منكم على الصلاة في أي شيء يطلبانه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات وإحنا اليوم أكثر من شخص مجتمعين مع بعض عبر الهواء وعبر البث جميع الأقمار الصناعية في كل أنحاء العالم نتفق معا باسم الرب يسوع المسيح ونفعل إيماننا اليوم باسم الرب يسوع المسيح شكرا. يا إلهنا الصالح يا أبونا السماوي باتفاق أيها السيد الرب كل شخص بسمعنا يا رب نتفق معا يا سيد الرب وهذه معجزة يا رب أن يتفق الجميع الناس يا رب في كل أنحاء الكرة الأرضية أن يتفقوا معا يا سيد الرب في طلب تصعد إلى عرشك يا رب إلى العرش يا سيد الرب فتسمع وتستجيب يا رب نرفع أمامك أختنا ليلى يا سيد الرب من ناحية فحوصات للرحم ونصلي تكون الفحوصات كلها نيجاتيف ما فيش في أي نوع من الكانسر يا سيد الرب باسم الرب يسوع نصلي لأجل أخونا عيسى يا سيد الرب أنك تبارك حياته وتبارك بيته وزوجته وابنه يا سيد الرب وتستخدمه لمجد اسمك نصلي لأجل بنت الرب أنك تستلم عائلتها يا سيد الرب الزوج بالاولاد يا سيد الرب وتملأهم بالروح القدس تخلصهم خلاص يا سيد الرب تحررهم من كل خطاياهم وتملأهم بروحك القدوس واي شخص فيهم مريض تشفيه باسم الرب يسوع نرفع امامك اختنا يا رب امان انك تباركها تبارك زوجها واولادها يا سيد الرب تمد يمينك يمينك على الشباب ورب رب وتحميهم وتحافظ عليهم وتباركهم يا سيد الرب وتعطي زوجها يا سيد الرب وظيفه في اسم الرب يسوع كما ونصلي لاجل الاخت يا سيد الرب آه يا رب عندها آه آه عندها كانسر في البنكرياس وب27 شهر عندها عمليه نصلي انك تمد يمينك يا رب ننتهر السرطان يا سيد الرب في البنكرياس انت القادر على كل شيء يا رب ونامر السرطان بالتراجع الى اللا باسم الرب يسوع المسيح شفاء كامل لمارغريت يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح الاخت جولييت يا رب نصلي انك تشفيها يا سيد الرب وتتمجد في البيت معها مع 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 اولادها يا رب وعائلتها نصلي لاجل الاخت احسان يا سيد الرب امتحان السيتيزن شيب يا سيد الرب مكتوب تلذذ في الرب فيعطيك سؤل قلبك يا رب المس حياتها يا رب واعطيها يا رب وعطيها يا سيد الرب الجنسيه في اسم الرب يسوع يا رب نصلي لاجل أختنا ناديه في تنسي انك يا سيد الرب تعطيها قوة في حياتها الروحية وانتصار جميل. على جميع مكايد عدو الخير ما تسمحش ولا تسمع لعدو الخير في روح الفشل والياس لكن يا سيد رب تخضع خضوع كامل ليك نصلي إيه. لاجل اختنا اسماء انك تلمس حياتها وتلمس بيتها يا سيدي الرب وعائلتها وتلمس اخوها يا رب في لبنان وتعطيه فيزا حتى يحضر إيه. لالمانيا او لامريكا يا رب بيدك يا رب قلوب الملوك مكتوب في قلوب الملوك في يدك كجداول مياه باسم الرب يسوع المسيح نعاز نصلي لاجل اختنا وفاء يا رب تشفيها من سرطان الثدي مد يمينك على يا سيد الرب مكان السرطان واخلع السرطان من جذوره في اسم الرب يسوع وش في صدرها يا سيد الرب من كل خلية سرطانية في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أجل الغبريال يا رب تشفي من اللوز تشفي اللوز يا رب وتبرئ من كل بكتيريا ومن كل جراثيم باسم الرب يسوع والتهاب نصلي أجل هيام يا رب تمد يمينك عليها وتشفيها املأها بالروح القدس يا رب نصلي أجل صباح أولادها تملأهم بالروح القدس وتقربهم منك يا رب نرفع أمامك الياس أنك تملأ تملأ هو وأولاده وعيلته يا رب بالروح القدس ويا رب تقربهم منك وتستخدمهم لمجد اسمك يا رب يا رب فواز وجويس يا رب نصلي أنك مشيئتك تتم في حياتهم يا رب نصلي لأجل كل شخص اليوم سمعنا وطلبك يا سيد الرب أنك تملأ بالروح القدس كل نفس عطشانة مكتوب لأني أسكب مياه على العطشان وسيول على اليابسة يا رب اسكب مياه على العطشان وسيول على اليابس يا رب نعظمك ونبارك اسمك، املأ كل شخص اليوم طلبك بالروح القدس بإيمان أيها السيد الرب واختم على صلواتنا بختم الروح القدس أشكرك على استجابتك لصلواتنا اليوم بإسم الحي المبارك القدوس بإسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي. امين, أمين يا رب. امين امين امين،, أمين. أحبنا المشاهدين بنشكركم جداً. لمتابعتكم الحلقة دي وبتمنى ان كل واحد ياخد الموقف انه يطلب ملء الروح القدس ويجدد عهوده مع الرب وتمتلئه بحياة القوة والفرح والنصرة والى اللقاء في حلقة جديدة